بسم الله، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من الكابتن. طبعا اكيد كلنا دلوقتي في انتظار ما سيحدث لمنتخب مصر طبعا في الفترات القادمه، ويمكن هو الشغل الشاغل حتى الان حتى بعد الخروج من كاس الامم الافريقيه، ما زال الاصداء موجوده حتى الان. ويمكن كنا معاكم امبارح وقلنا اني حصل جلسه ما بين الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم والنائب او نائبه الاستاذ خالد الدرندلي مع فيتوريا، وكانت الجلسه يعني جلسه هادئه، والناس طلبوا منه ان يبقى فيه رحيل، واعتقد ان فيتوريا كان ليه كلام كده اني انا ما عنديش مشكله، انا مدير فني محترف في الاول وفي الاخر، عايزني هقعد هقعد، عايزني امشي امشي، انا كده كده عندي عروض وانا مطلوب في اكتر من مكان. طيب دي يمكن الجلسة اللي حدثت بالأمس ما بين ريو فيتوريا طبعا المدير الفني والأستاذ جمال علام والأستاذ خالد الدرندلي. والنهاردة طبعا كلنا عارفين إن كان في اجتماع للاتحاد المصري لكرة القدم، والاجتماع ده أصفى عن بعض الخطوات اللي خدها الاتحاد المصري لكرة القدم، وأصدر بيان طبعا الاتحاد، والبيان كان عنوانه هو رحيل فيتوريا. هندخل في التفاصيل اكتر، هنتكلم على التفاصيل، ولكن تعالوا نشوف البيان بيقول ايه. توجيه الشكر لريو فيتوريا وجهازه المعاون بالكامل، يمكن هيظهر معنا طبعا البيان على الشاشه، ولكن خلينا نقول: قرر مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشه التقارير الفنيه والاداريه بشان مشاركه المنتخب الوطني في بطوله افريقيا كوت ديفوار 23، توجيه الشكر للبرتغالي والجهاز الفني المعاون مع دراسة الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم. طيب، من ضمن القرارات اللي خدها المجلس هي تعيين الكابتن محمد يوسف مدرب عام مع الجهاز الفني اللي هيشكل جديد. هنقف هنا، هنتكلم على الجزئية دي، ولكن بعد ما نكمل حاجة تانية طبعا هي اختيار 2 من المدربين لمعايشة طبعا زي ما كان بيحصل قبل كده في السابق في اي دوله من الدول الاوروبيه. ده زي ما احنا قلنا كتير قبل كده ان انت حضر كوادر، اشتغل على مدربين شباب، جهزهم بشكل كويس. الحمد لله بداوا ياخدوا الخطوه دي، وفي 2 هيسافروا طبعا يعملوا معايشه في الخارج، 2 مدربين لسه لم يستقروا عليهم حتى الان ولكن هيكونوا من الشباب. الموافقه على تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فني للاتحاد المصري لكره القدم. ويمكن كنا بنعاني دايما بنقول لازم يكون في حد بيخطط، لازم يكون في مدير فني للاتحاد بيخطط. انا ما بتكلمش على المنتخب الاول، ولكن بيخطط لقاعده الناشئين، لان ده هو ده اللي انت بتبني عليه، هو ده المستقبل. فطبعا يمكن اتاخد، خلينا نقول يعني بما معناه، ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي خالص طبعا، ولكن شايف ان القرار متاخر، ولكن كويس طبعا ان تم تعيين الكابتن علاء نبيل. طيب خلينا نحكي شويه كواليس كده من او نقول شويه حاجات في الاجتماع اللي تم النهارده، والاجتماع كله كان حضره طبعا كل مجلس اداره الاتحاد. اهمه هو تشكيل لجنه ثلاثيه. تشكيل لجنه ثلاثيه. مين اللجنه الثلاثيه دي؟ خلينا اقول ان 2 من الاتحاد المصري لكره القدم، واحد هيكون من خارج الاتحاد. طبعا ده بناء على الخبر اللي احنا شفناه اللي نازل ان في مفاوضات من النائب احمد دياب رئيس الرابطه مع كيروش ومع ريناي طبعا المدير الفني السابق او الفرنساوي السابق والمدير الفني لمنتخب السعوديه السابق. طبعا كلنا عارفين ريناي لان من المديرين الفنيين المهمين. ده عنوان الخبر عشان نبقى متفقين. هناك اتجاه لعمل لجنه ثلاثيه ما بين الأستاذ جمال علام، الأستاذ خالد الدرندلي، النائب أحمد دياب لاختيار المدير الفني القادم. يبقى هيبقى في اتجاه، محتمل ده يحصل، محتمل ده يحصل، محتمل ده ما يحصلش، ممكن ما يحصلش. ولكن حصل كلام وحصل مناقشات، وبناء عليه تم التفاوض في الوقت الحالي مع كيروش وريناي. الاثنين أبدوا رغبة، ولكن يعني في شويه تفاصيل مش هنبقى حابين او تحفظات مش هنحب ان احنا نتكلم فيها، ولكن الاثنين عندهم بدايه موافقه مبدئيه، ما عندهمش اي مشكله خالص. هل هتتم اللجنه؟ هل هيتم الاتفاق ما بين الثلاثي؟ هل اتحاد الكوره ممكن
يحصل تغيير في القرار وان هم اللي يقوموا بالمفاوضات. ولكن خليني اقول حاجه، اذا اتحاد الكوره هو اللي اتم المفاوضات يبقى كروش بره الموضوع خالص عشان نبقى متفقين، لان هو يمكن مش حابب يكون في تعامل ما بينه وما بين اتحاد الكوره في الوقت الحالي. طيب يبقى ان بدا اتحاد الكوره يحط بعض الاسماء، خلينا نقولها كده بالتسلسل. الاسم الاول زي ما قلنا ينار، هو ده الاسم الاول وتكلفته بالتقريب كده قريبه من فيتوريا، يعني هيكون نفس المرتب السنوي بالنسبه للي بيتقاضاه طبعا فيتوريا. انما لما نيجي نتكلم هو مدير فني عنده خبرات كبيره جدا، راجل اشتغل في دول عربيه، راجل اشتغل مع منتخب زامبيا وحقق معاه بطوله افريقيا، اشتغل مع كوت ديفوار وحقق معاه بطوله افريقيا، عنده خبرات كبيره جدا جدا بالكره الافريقيه والكره العربيه كمان. فمدير فني على مستوى عالي، تقدر تجيبه تديله فلوس؟ اه تقدر تجيبه تديله فلوس لان عنده خبرات كبيره جدا. طيب زي ما قلنا اتنين هو كيروش، وبالفعل بدا التفاوض معاه او الكلام معاه، وزي ما قلت انه راجل ابدا بعد المرونه، ولكن زي ما قلت ان يمكن هو في حساسيه في التعامل مع المجلس اللي موجود، فبالتالي يمكن دي شويه العقبه اللي ممكن تعوق وجود كيروش طبعا كمدير فني لمنتخب مصر. هنا ممكن يكون في حد بيخوض التفاوض معاه، ممكن يكون ده موجود اذا تم عمل اللجنه الثلاثيه اللي احنا بنتكلم عليها. طيب لما نيجي نبص على كيروش المرتب بتاعه، الراجل كان بيتقاضى كام هنا في مصر؟ لما كان موجود كان بيتقاضى حوالي 70,000 دولار فقط لا غير، فده بالنسبه لنا حل امثل، وكمان المرتب بتاعه يعتبر من المرتبات المعقوله. لما يجي بجهازه الكامل بياخد 100,000 دولار، طبعا وموجود معاه كابتن محمد يوسف اللي هنعقب عليه هو كابتن علاء نبيل، يبقى ده شيء جيد واعتقد في المتناول، وده يعني طبيعي بالنسبه للارقام المديرين الفنيين اللي موجودين في البطوله الافريقيه. وزي ما احنا قلناهم امبارح يمكن اعلى اتنين بياخدوا هو جمال بالماضي في الجزائر وفيتوريا الوحيدين اللي تخطوا ال 200,000 دولار، الباقي كله تحت ال 100. طيب خلينا نروح مين الاسم الثالث اللي ممكن يتم التفاوض معاه او جس النبض معاه؟ باسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، وعلى فكره هو وصل سيمي فاينل في الوقت الحالي وعنده لقاء قادم، ممكن يكون حل من الحلول. الراجل ده كان بياخد 75,000 دولار في نيجيريا، وجم بعد كده الاتحاد النيجيري طلبوا ان هو يخفض المرتب بتاعه قبل كاس الامم الافريقيه الى 50,000 دولار، والراجل عمل ايه؟ وافق. فمعنى ذلك ان ده ممكن يكون في المتناول برضه، الراجل اصبح عنده خبرات افريقيه ووصل للنهائي وممكن يحقق بطوله كاس الامم الافريقيه. اخر واحد اللي محطوط من ضمن الناس اللي موجوده دي صبر، واعتقد ان هو عنده هنا تجارب كتيره كانت موجوده مع النادي الاسماعيلي ونجح بشكل جيد، تجربه مع بيراميدز ما كانتش بالشكل الامثل، ولكن عنده خبرات افريقيه بشكل كبير ومدرب شاب، تكلم على مدرب 46 سنه. يمكن دي اقرب الناس اللي بيفكر فيها في الوقت الحالي الاتحاد المصري لكره القدم. لما نيجي نبص على دي صاب بياخد 45,000 دولار، يعني معنى ذلك انت الراجل ده لو جبته وهو كمان وصل سيمي فاينل مع الكونغو، لما تيجي تبص لو انت النهارده هتجيب دي صاب فانت بتتكلم ممكن لو وصلت معاه ال 50-60، فانا شايف ان ده يعتبر طبعا رقم معقول بالنسبه لل 250,000 دولار اللي احنا كنا بندفعها طبعا لفيتوريا. طيب ده بالنسبه للاربع مدربين واللجنه الثلاثيه اللي انا باكد تتم او ما تتمش الله اعلم، انما ده اللي حصل وده اللي كان ممكن يتم الاتفاق عليه. هل الاتحاد المصري هيعمل لجنه ثلاثيه ولا لا؟ ده اللي هنشوفه خلال الايام القادمه. طيب نيجي لتعيين الكابتن محمد يوسف والكابتن علاء نبيل. كابتن محمد يوسف طبعا قيمه كبيره، اسم من الاسماء الكبيره كلاعب كره قدم سابق بالنادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي، طبعا كمدير فني للنادي الاهلي حقق معاه بطولات ونجاحات، عده انديه اشتغل فيها، عنده يعني سي في كبير جدا جدا، بخلاف على ان هو شخصيه طبعا شخصيه عقلانيه، شخصيه محترمه بشكل كبير. ولكن هنا ولكن انا كنت افضل اني
لما يتفقوا مع الكابتن محمد يوسف. على فكره الاجتماع بكره هيتم مع الكابتن محمد يوسف علشان يشوف التفاصيل ويحصل نوع من انواع الاتفاقات على ازاي هيتم او الفتره الجايه هيبقى الشغل عامل ازاي مع المدير الفني القادم اللي هيكون موجود. طيب كان من الافضل ان يحصل ده مع الكابتن محمد يوسف، يعني ما يعلنش ان يحصل ده اتفاق معاه على لحين استقدام مدير فني اجنبي قادم، لان الخوف كل الخوف ان ممكن مدير فني يجي يقول لك لا انا جاي بالجهاز الفني بتاعي كامل، انا جاي معايا الناس بتوعي الكامل، فهنا يحصل اللي ممكن نبقى قلقانين منه ونخاف منه. هنا هيحصل، هل هيحصل تضحيه بالكابتن محمد يوسف؟ فعشان كده كان ممكن يحصل اتفاقات مبدئيه لحين قدوم مدير فني اجنبي، ولكن وجود مساعد قوي باسم ومكانه الكابتن محمد يوسف مهم جدا 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 ان يكون موجود مع مدير فني اجنبي، لان احنا عانينا مع فيتوريا ان ما معهوش حد، كان معاه الكابتن ايمن عبد العزيز صحيح، ولكن ايمن ما كانش ما عندوش الصلاحيات انه ممكن يتكلم مع مدير فني، ان ممكن يتناقش معاه في تشكيل، ان ممكن يتناقش معاه في لعيبه، ان ممكن يتكلم كمان مع لعيبه، لان لما تيجي تتكلم على الكابتن محمد يوسف واهميه المدير او المساعد اللي يكون موجود اسم كبير، اعتقد بتسهل للمدير الفني بشكل كبير. طيب هنرجع تاني لحته مدير الكوره، هيتم الاستعانه من جديد بمدير كوره بعد ما اتلغى، يعني طبعا احنا عرفنا ان هم كانوا لغوا مساله مدير الكوره ان يجي حد نجم واسم وحد يكون له تاريخ وحد يكون عنده شخصيه، كانت لغى، لكن هيتم تاني هيكون في مدير للمنتخب، واعتقد الاقرب هو في الاخر كلها اسماء بتطرح ان ممكن يكون الكابتن عبد الظاهر السقا طبعا نجم المنتخب السابق، محتمل ان يكون اسمه من الاسماء المطروحه ان ممكن يكون مديرا للمنتخب المصري لكره القدم. طيب نيجي للكابتن تاني، الكابتن محمد يوسف، ممكن يكون حد تاني موجود، مدربين صغيرين، ممكن يكون حد تاني موجود من الشباب يبقى موجود مع المدير الفني القادم، واعتقد ان احنا شفنا ده لما كان موجود قبل كده كيروش، كان معاه الكابتن ضياء السيد، وكان معاه الكابتن محمد شوقي، وكان معاه الكابتن وائل جمعه، كانوا كل دول موجودين معاه، وراجل اعتقد في البطوله العربيه حقق نجاح كبير جدا، وراجل في كاس الامم الافريقيه 21 حقق نجاح ووصل للفاينل، ومع ذلك احنا اطحنا بيه لخلافات، لان احنا دايما في وقت من الاوقات ما بنحبش حد يكون صاحب قرار، يكون عنده شخصيه، اوقات احنا ما بنحبش ده، ما بنتقبلش ده، مش عايزين ده يبقى موجود. ولكن خلينا نشوف الايام القادمه ايه اللي هيحصل. طبعا دي يمكن حاجات من ضمن اللي دار في الاجتماع واللي بيفكر فيه مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. طيب كابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد، وده ما كانش موجود الفتره اللي فاتت، كل التوفيق للكابتن علاء، لاني يمكن انا شهدت فيه مجروحه الكابتن علاء نبيل، لان لما اجي اتكلم على كابتن علاء نبيل يمكن انا تواجدت مع الكابتن علاء نبيل سنه 98 في كاس الامم الافريقيه، كنت معاه بعد كده فتره طويله مع الكابتن محمود الجاي اوقات اثناء تدريبنا للمنتخب، كابتن علاء رئيس لقطاع الناشئين، مدير فني للمقاولون وعده انديه، مع كابتن محمود الجاي طبعا تتلمذ على ايد الكابتن محمود الجاي، وكان موجود معاه في الاردن في وقت ما بدا كابتن محمود الجاي يحط البذره اللي هي يمشي عليها بعد كده طبعا الاتحاد الاردني، ويمكن شفنا الاردن دلوقتي موجود هو كمان في سيمي فاينل في بطوله اسيا. فالكابتن علاء نبيل اعتقد اختيار موفق، لاني صاحب خبرات كبيره جدا، وبنتمنى له كل التوفيق، واعتقد اني هيبدا، لان طبعا اكيد الكابتن علاء من الناس اللي ساهموا مع نادي زد في الفترات الاخيره في قطاع ناشئين من افضل قطاعات الناشئين اللي موجوده في الوقت الحالي، لان هو اللي خاض المهمه منذ البدايه، واعتقد ان الناس كلها بتشهد بقطاع ناشئين زد في الوقت الحالي والشغل اللي عمله الكابتن علاء نبيل، فانا اعتقد ان اختياري موفق، وان شاء الله باذن الله اتمنى له كل التوفيق في ان هو فعلا يعمل خطه للقادم، خطه مستقبليه للناشئين، خطه مستقبليه للفرق اللي هي مواليد 2007، مواليد 2006، مواليد 2005، مواليد 2009، مواليد 2010، كل دول يتعمل لهم خطه بقى، خطه مش مهم مين مكمل، مش مهم مين جاي، المهم تبقى خطه موجوده كل اللي يجي يكمل عليها. واكيد لان احنا عندنا في الجزء الثاني
استاذ عمرو الجنايني كان رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، هنساله على حاجات كتير. هنساله في الوقت اللي هو كان موجود هل كان في خطه وتم الاطاحه بيها، هل هم لان هم عملوا حاجات كويسه كتير جدا جدا هنتكلم معاه فيها، ولكن لما نروح للجزء الثاني. دي يمكن اهم حاجات تمت في الاجتماع، الاجتماع طبعا اللي تم في اتحاد الكوره النهارده طبعا اللي كانوا موجودين كان حوالي الساعه 2، وزي ما قلنا ان اهم شيء اتاخد اني ارحيل فيتوريا وجهازه المعاون. اتمنى كل التوفيق ان شاء الله باذن الله لكره القدم المصريه، لاني زي ما قلت قبل كده اعتقد ان كره القدم المصريه محتاجه مننا ان احنا نرجع لها هيبتها من تاني، محتاجه ان الناس تحط ايديها في ايد بعض، محتاجه ان احنا لو النهارده بنتكلم او بننتقد فاحنا بننتقد للصالح العام، فاحنا عايزين مصر ترجع لمكانتها الطبيعيه في كره القدم، لان احنا ما زلنا احنا ابطال افريقيا، احنا ملوك افريقيا سواء منتخبات او انديه. منتخبات منتخب مصر بسبع بطولات افريقيه، النادي الاهلي ب 11 بطوله افريقيه، ما زلنا احنا ملوك افريقيا، بس محتاجين نرجع لمكانتنا تاني. محتاجين نرجع لده ان احنا لما نكون بنتكلم هنا الناس ما تزعلش، لما نكون بنتكلم احنا بنتكلم للصالح العام، بنتكلم علشان مكانه مصر القرويه كبيره ان شاء الله ترجع لمكانتها الطبيعيه تاني، بس محتاجين ان احنا نتعاون مع بعض، ان احنا نسمع، ان احنا نبعد عن المجاملات، ان احنا نختار الصح. لما كل واحد يبقى حاسس ان لا اصل ده هيجي هياخد مني، اصل ده هيجي هياخد اللقطه، اصل ده لا انا اللي عايز اظهر في الصوره، ده ما ينفعش، ده مش عمل عام. وطالما دخلنا العمل العام يبقى كل واحد يتقبل الانتقاد، لان احنا انتقادنا دايما بيبقى انتقاد صحي وملناش اي هدف غير صالح كرة القدم المصرية. خلينا نطلع نشوف اخبارنا في 90 ثانية ونرجع نكمل معاكم اخبار النادي الاهلي والنادي الزمالك، وبعديها نستقبل ضيفنا رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم وعضو مجلس ادارة الاتحاد وعضو مجلس ادارة نادي الزمالك الاستاذ عمرو الجنايني. نشوف اخبارنا ونرجع نكمل معاكم. اتحاد الكرة يعلن إقالة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون بعد الإخفاق في أمم إفريقيا. تعيين محمد يوسف مدرباً عاماً لمنتخب مصر وعلاء نبيل مديراً فنياً لاتحاد الكرة. الأهلي يضم حارس المرمى محمود الزنفلي من الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء. محمد الشناوي يعود إلى القاهرة لاستكمال العلاج الطبيعي وانتظام علي معلول في مران الأهلي. الأهلي يواجه سموحة ودياً غداً الاثنين استعداد لمواجهة شباب بلوزداد. شباب بلوزداد يخسر أمام مولودية البيض بهدفين لهدف في الدور الجزائري قبل مواجهة الأهلي. أشاعة أخيرة لمحمود الونش غداً لحسم إصابته. الزمالك يقدم صفقاته والمدير الفني غدا الاثنين في مؤتمر صحفي. أرسنال يهزم ليفربول بثلاثة أهداف لهدف ويشعل سباق القمة بالدوري الإنجليزي. حجازي يسجل هدفين في انتصار اتحاد جدة بأربعة أهداف على الفيصلي والتأهل لنصف نهائي كأس ملك السعودية. لسه مكملين معاكم، والزنفولي اصبح حارس للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيتعاقد مع طبعا محمود الزنفولي حارس مرمى الداخليه، وخليني اقول يمكن كان معانا كابتن عادل القرعي بالامس وسالناه ان هل النادي الاهلي فعلا محتاج حارس يكون موجود مع مصطفى شوبير ومخلوف وحمزه، قال لكي يطمئن قلبي ان يكون موجود. طبعا دي ارقام الزنفولي، هو عنده 31 سنة. 31 سنة بالنسبة لحارس مرمى أنا أعتقد إني ما يعتبرش سن كبير. أكيد بنتمنى له كل التوفيق، خطوة تكون موفقة للنادي الأهلي، لأن النادي الأهلي كان في احتياج إن يكون في حارس مع مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف
وحمزه علاء، انا اعتقد النادي الاهلي كان في احتياج، لاني انا شايف اني كمان كان لازم يكون بدأ عن كده شويه للقيد الافريقي، وبعد كده المنافسه تبقى ما بين الجميع. طيب خلينا ناخد راي طبعا نجمنا واحد من المدربين الكبار وابن من ابناء النادي الاهلي الكابتن طارق سليمان، وطبعا الصديق العزيز والاخ العزيز كابتن طارق، تحياتي ليك. تحياتي ليك يا كابتن احمد، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله بخير يا كابتن طارق، طمنا عليك كابتن. كله كويس؟ والله الحمد لله يا كابتن زي الفل. شايف تعاقد الزنفولي مع النادي الاهلي او النادي الاهلي تعاقده مع الزنفولي، شايفه ازاي من وجهه نظرك؟ هو طبعا يا كابتن احمد انت عارف انا يعني كان ليا، انا قلت الكلام ده اول ما اصابه الشناوي، ان النادي الاهلي محتاج حارس مرمى. وهنا لما محتاج حارس مرمى مالهاش علاقه تماما بانه يلعب اساسي او يبقى احتياطي او كده، لا مظبوط مظبوط. طبعا مصطفى شوبير ولد جول كويس ولعب نهائي افريقيا وقدم مستوى رائع، صحيح، في اكثر من مره يعني في نهايه الدوري كان بيلعب ماتشات كتير، فطبعا فرصته يعني سبحان الله هي كره كده، يعني هيجي له فرصه يلعب ويلعب بقى عدد ماتشات كافي جدا جدا ان انت تقدر بقى تقيمه سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، انما عشان يبقى لوحده هتبقى صعبه، الدنيا صعبه شويه، فمحتاج يبقى موجود حارس مرمى. طبعا النادي الاهلي في الفتره الاخيره كلنا بنسمع وقرينا كتير وشفنا النادي الاهلي راح في اتجاه علي لطفي وراح في اتجاه محمد بسام وراح في اتجاه ابو جبل، وبالفعل هو تعاقد النادي الاهلي مع ابو جبل، ولكن يمكن حصل يعني حصل اللي حصل وابو جبل اصبح ايا كان، هو في النهايه تم الصفقه ما تمتش بقى لاي ايا كان السبب، يعني هي كانت تمت او ما تمت، في النهايه الموضوع ما خلصش يعني. صحيح، ده بيحصل كتير، يعني بيحصل كتير ان في صفقات بتبقى خلاص على وشك الانتهاء وبتبقى خلاص وبيحصل ما بيحصلش نصيب يعني. فلازم النادي الاهلي كان يجيب حارس مرمى. لو شفت كده الموجودين يعني حتى كابتن احمد كنا بنتكلم يعني هل هينفع مثلا نجيب مثلا احمد الشناوي من بيراميدز؟ لا ما ينفعش. هتبقى صعبه. صعبه طبعا صعبه. يعني في اسماء موجودين في مصر. حد يكون متاح يعني في المتناول. اي برافو عليك. مظبوط مظبوط. فانا شايف انا جبت انا اللي جبت الزنفولي، وانا كنت موجود في البنك الاهلي مع كابتن يوسف محمد يوسف من سنتين ونص او ثلاثه، وانا اللي اخترته كان في الاتحاد السكندري. عشان كده احنا عايزين، عشان كده احنا بنسالك عليه وبنسالك على قدراته الفنيه والبدنيه، ده مهم جدا. ما انا عشان كده انا يعني انا لما كنت موجود في البنك مع كابتن محمد يوسف لما البنك صعد من الدرجه الثانيه للممتاز، فانا الكابتن محمد يوسف طبعا تولى المسؤوليه وانا كنت موجود معاه، وكنا طبعا بنكون فريق، ففي التوقيت ده طبعا انا موجود عايزين نجيب برضه حراس مرمى، فمن ضمن الحراس اللي انا جبتهم كان محمود الزنفيلي، واصرت عليه ان يبقى موجود معايا في البنك الاهلي. تمام. واول سنه في البنك الاهلي يا كابتن احمد الولد قدم مستوى كويس جدا والفرقه قعدت في الدوري، طبعا اول سنه للبنك الاهلي برضه عشان تقعد في الدوري دي ما كانتش سهله، كانت صعبه. صحيح جدا. صحيح. وتاني موسم يا كابتن احمد لعب الموسم بالكامل والنادي البنك الاهلي خد سادس والزنفولي طبعا والزنفولي قدم مستوى كويس جدا في السنه دي. السنه اللي فاتت هو طبعا ما لعبش السنه اللي فاتت كتير لان طبعا جابوا ابو جبل، مظبوط، والزنفولي حصل له اصابه كبيره يعني تقريبا برضه يعني قريبه قوي من اصابه الشناوي كده، كان عنده خلع كتف برضه السنه اللي فاتت على طول، فطبعا اتعالج فتره كبيره وما شافوش انه يلعب ماتشات الدوري السنه اللي فاتت، ابو جابر لعب السنه كلها. بدا السنه دي بالداخليه، راح الداخليه ولعب 11 مباراه من 11 مباراه، وعمل كلين شيت في 5 مباريات وقدم مستوى كويس قوي مع في اربع مباريات وكمان هو في الجوله الاولى من الدوري، انا يعني كنت انا بحلل الدوري مع كابتن سيف واديته افضل حارس في الجوله الاولى، مظبوط، كان مميز جدا لما كسبوا انبي 1-0 وقدم مستوى كويس قوي، مظبوط. وكمان هو لعب في الاتحاد، لعب ضد الترجي في البطوله العربيه، ايوه، كان عندهم بطوله عربيه مع الاتحاد، وكان في مباراه ترجي في تونس وقدم مباراه كبيره جدا، وتقريبا مش فاكر المباراه كانت تقريبا 1-0 للاتحاد، يعني الولد عنده معدي ال 100 مباراه محليه، صحيح، الانديه اللي لعب فيها، وطبعا بدا راح وادي دجله
ولعب في طلائع الجيش ولعب في الرجاء، بدايته كانت الرجاء. يعني يا كابتن طارق انت شايفه ان هو ينافس بقوه مصطفى شوبير؟ اه انا شايفه مقاوماته بقى البدنيه والجسمانيه والفنيه، لا حارس انا شايفه حارس هيبقى في منافسه طبعا مع مصطفى، وفي النهايه هي كرة كده يعني، هي كرة دايما هيبقى في منافسه، مفيش حد هيبقى مفيش حد هي لو مفيش منافسه مش هتبقى انت كويس يعني، المنافسه طبعاً دي مطلوبه. ومصطفى على فكره حارس من الحراس المميزين، واللي في الوقت اللي النادي الاهلي احتاجه ادى بشكل قوي جدا 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 واثبت وجوده بشكل كبير. هو احد اسباب فوز النادي الاهلي ببطوله افريقيا صحيح في صحيح صحيح المستوى اللي قدمه مصطفى هنا. مظبوط مظبوط صحيح. طيب خليني اقول لك ان يعني من ضمن الحاجات ان مصطفى مخلوف كمان، انا يمكن ما شفتوش بشكل كبير، ولكن الكابتن عادل القيعي قال لك ان ده مستقبل بالنسبه للنادي الاهلي كمان وموهبه كبيره جدا. مصطفى مخلوف طبعا هو لعب منتخب الشباب البطوله اللي كانت هنا في مصر صحيح، فالناس خدت انطباع على المنتخب كله انطباع مش افضل حاجه، لان المنتخب خرج من الدور الاول ومصطفى اتظلم في البطوله ديت، انما الولد مواصفات جسمانيه ممتازه صحيح اعرفه كويس، والنادي الاهلي جايبه من ترسان. ممكن يا كابتن نشوف الزنفلي مفاجأة في الفترات القادمة، لأني أنا عايز أقول لك إن أغلب الحراس بدأوا يتميزوا بعد سن ال 30. بص يا كابتن أحمد اتفضل، يعني أنا هذكر لك مثالين، والمثالين دول يعني إحنا لما هنتكلم على الأسطورة أسطورة الحراس المرمى في مصر عصام الحضري. لا أنا تكلمني أنا بقى، ده عشرة السنين وعشرة العمر يعني. ما أنا يعني بالبداية كنا إحنا موجودين في المنتخب الأولمبي مع صحيح مع كرول لو حضرتك فاكر. طبعًا طبعًا. تمام؟ عصام الحضري في السنه دي دمياط صعد دوري ممتاز. مظبوط. السنه دي دمياط نزل. صح مظبوط. عصام الحضري بقى في النادي الاهلي. صح. عصام الحضري في السنه دي دخل فيها عدى ال 40 جول. مظبوط. انا طبعا طبعا انا فاكر كان وقتها عصام الحضري في دمياط عامل موسم رائع، ودمياط نزل درجه ثانيه بعد ما صعد على طول قعد سنه في الدوري الممتاز والفرقه نزلت. صحيح صحيح. تمام؟ عصام الحضري كان بقى في النادي الاهلي. مظبوط. دي كانت بدايته. صحيح. صورة بقى كل يعني صورة يعني في النهاية يعني جه النادي الأهلي وكان فريقه نزل درجة ثانية، وعصام الحضري بقى عصام الحضري يبقى الأسطورة. عشان كده أنا اتفضل الشناوي. مظبوط. الشناوي يا كابتن أحمد يعني جه النادي الأهلي 2015. أيوه. وقت ما جه النادي الأهلي كنت أنا موجود في النادي الأهلي وجبناه النادي الأهلي في التوقيت ده، والدنيا كلها يعني قامت ما قعدتش، وحارس مرمى مش يعني برضه الشناوي ما كانش لعب في بتروجيت ولعب في طلائع الجيش ولعب في الحرس، وبعدين صحيح. اول ما لعب كمان البطوله العربيه احنا خسرنا البطوله العربيه في مصر هنا حضرتك فاكر. مظبوط. والدنيا قامت ما قعدتش على الشناوي وعليا، والنادي الاهلي محتاج حارس مرمى، النادي الاهلي محتاج حارس مرمى، بقى احمد بقى محمد الشناوي الاسطوره اللي موجود بقى دلوقتي بقى من احد اساطير النادي الاهلي في حراسه المرمى. طبعا طبعا احسن حارس موجود في الوقت الحالي في مصر والنادي الاهلي. صحيح. فكل دي يعني في النهايه طبعا يعني انا شايف اختيار موفق من اداره النادي الاهلي ومن الجهاز الفني اللي موجود طبعا في يعني انت شايف ان مقاوماته ومواصفاته اعتقد ان هو هينافس بقوه مع طبعا الحراس اللي موجودين بالنسبه للنادي الاهلي. قولي طوله معدي ال 190 سم يا كابتن احمد، والولد جول كويس وعنده قدرات. اتمنى كابتن طارق احنا جايبينك علشان يعني احنا طبعا يعني درويش جايبك، هو عارف ان انت مرنت وكده، عشان كده طبعا حابب يعني مفيش حد هيعرف يتكلم عليه اكيد يعني زي ما انت هتتكلم عليه، انك انت مرنته بالفعل وانت اللي عارف قدراته الفنيه وطبعا اكيد قدراته البدنيه. كابتن طارق سليمان يعني بتشرف طبعا بوجودك معايا، واكيد كل التوفيق ليك ان شاء الله فيما هو قادم، وكل التوفيق لي طبعا الزنفلي في الفتره القادمه. طيب شناوي يعود لمصر بعد 3 أيام ان شاء الله، وهو طبعا او يعود لمصر قريبا ان شاء الله، وعنده 3 وجهات، يا اما هيكمل فتره العلاج الطبيعي بتاعته في المانيا، يا اما هيتوجه طبعا لقطر في اسبتار، يا اما هيعمل العلاج الطبيعي هنا طبعا في النادي الاهلي. يعني لسه لحد دلوقتي هيشوفوا ايه المكان اللي ممكن يعمل فيه التاهيل بتاعه، واكيد بنتمنى كل الشفاء للشناوي ان شاء الله باذن الله في الفترات القادمه. الاهلي بيبلغ متولي برحيل، محمود متولي النادي الاهلي خلاص ابلغه برحيل، ولكن لاعب متمسك بالنادي الاهلي. لاعب متمسك بالنادي الاهلي وابلغهم ان هو حابب ان هو طبعا يستمر، ولكن الاصابه يمكن هي دايما اللي بتعاند محمود متولي. بنتمنى له كل التوفيق سواء استمر مع النادي الاهلي او رحل عن النادي الاهلي.
خلينا ناخد اخبار عن نادي الزمالك، وطبعا خلينا نقول ان صفقتين مهمين كانوا لنادي الزمالك. طبعا صفقة اللاعب السوري محمود الاسود واحمد حسام مدافع الجونة، توقفوا الصفقتين بناء على طبعا قرار من جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، وقال ان العدد اللي موجود يعتبر عدد كبير جدا من اللاعبين، والعدد ده انا مش هقدر معاهم كل اللعيبة دي كلها، فخلوني اي اختيارات بعد كده تتم طالما انا توليت المهمة، انا اللي اتم او انا اللي اتمم الاختيارات اللي انا عايزها واشوف اللعيبة اللي انا عايزها واللي انا محتاجها. انما في الوقت الحالي نادي الزمالك يمكن اوقف الصفقتين حتى الان، وقال ان اي طلبات هتكون مسؤوليتي انا الشخصية بالنسبة لاستقدام لاعبين جدد بالنسبة للنادي الزمالك. طيب، زمالك بيستعد للاعلان عن التعاقد مع شركة ملابس جديدة. يمكن شفنا الكابتن حسين لبيب بدأ ان هو طبعا العقد القديم انتهى، او العقد القديم انتهى بالنسبة لنادي الزمالك، او ينتهي بنهاية الموسم مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك دلوقتي بدأ ان هو يفتح خطوط مع احد الشركات واللي هي يمكن بتلبس النادي المصري، واتفق معاهم على او اتفقوا على ديل يكون ديل جيد ان هم طبعا يقوموا بكل الملابس اللي يحتاجها نادي الزمالك بالكامل ولكل الفرق طبعا، مش كرة القدم فقط لا غير. طيب خلينا نشوف اخر خبر، وبعديها طبعا نستقبل ضيفنا الاستاذ عمرو الجنايني. اللعيبه كلها بتفضل وبتطلب اني تبعد عن ملعب طبعا حلمي زمونة، لان شايفين ان الملعب فيه مشاكل كتير، ارضيه الملعب واللعيبه بتشتكي، ويمكن الاصابه الاخيره لمحمود الونش كانت بسبب الملعب. بنتمنى له العوده ان شاء الله سالم غانم، بكره ان شاء الله هيكون تحديد مدى غيابه عن الملعب، ولكن اللعيبه بتشتكي من ارضيه الملعب، واللعيبه طلبت ان يتم عمل معسكر، واحتماليه عمل معسكر في خارج القاهره يكون في اسكندريه، لان اغلب اللعيبه اشتكت من سوء حال ارضيه الملعب. ويمكن احنا زي ما احنا شفنا كده جزء من اللي قدامنا ده التمرين بالنسبه للملعب، لان في الشتاء الملاعب لو مش متصينه كويس بتبقى فيها ازمات كتير، الملعب بتبقى ناشفه، طالما الملعب مش متصين كويس بتبقى ازمه اكيد طبعا لاعب كره القدم. نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا وصديقي العزيز الاستاذ عمرو الجنايني، وهنتكلم معاه في ملفات مهمه وقت ما كان موجود، وايه اللي لازم يتم لصالح كره القدم المصريه. فاصل، وبعد الفاصل نكمل معاكم. تولى عمرو الجنايني رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم وقت تعيينه في أغسطس 2019 علشان يكون رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة خلفاً لاتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بعد تقدمهم بالاستقالة عقب الإخفاق في أمم إفريقيا واللي أقيمت في مصر. وشهدت فترة الجنايني في إدارة الكرة المصرية رغم قصر مدتها عدة نجاحات ما تتنسيش، وحصل الجنايني على بكالوريوس التجارة في 1985، وتدرج في المناصب بأحد البنوك الكبرى في مصر حتى وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في البنك. وسبق وتواجد الجنايني في المجال الرياضي قبل إدارة اتحاد الكورة لما كان عضو في مجلس إدارة نادي الزمالك، كمان كان عضو في شركة مصر للمقصة واللي خرج منها نادي مصر للمقصة بعد كده. وشدد الجنايني بعد توليه مسؤولية إدارة اتحاد الكورة إنه ما يعرفش حاجة غير النجاح، والاهتمام بمصلحة الكرة الشخصية أهم من المصالح الشخصية. وربما كانت أبرز نجاحات اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني هي إدخال تقنية الفار في مصر لأول مرة بعد التعاقد مع شركة عالمية لمدة 3.5 سنين. الجنايني ما اكتفاش بكده، لكنه نجح في لجنته في سداد كافة مستحقات الحكام المتأخرة عند اتحاد الكورة، وده لأول مرة. الفترة دي شهدت توقيع مذكرة تعاون مع رابطة الدوري الأسباني لاليجا علشان تجهيز كوادر تخوض معايشة فنية وإدارية للحصول على الخبرات اللي تعود بالنفع على الكرة المصرية. وبالرغم من قصر مدة اللجنة الخماسية برئاسة الجنايني، إلا إنها شهدت طفرة في أكتر من ملف، وظهور أساسيات كانت غايبة عن الكرة المصرية زي الكرة الموحدة لمباريات الدوري
وكمان منصب المنسق العام والمنسق الإعلامي في جميع مباريات الكرة المصرية لأول مرة، لأن المجلس وقتها شاف إنها فرصة لخلق كوادر شبابية والسير على نهج الكرة العالمية. ونظمت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني كأس إفريقيا تحت 23 سنة، وكان بشكل مبهر وحسم وقتها المنتخب المصري بطاقة تأهله للأولمبياد. عمرو الجنايني هيكون ضيف على برنامج الكابتن للحديث مع الصقر أحمد حسن عن كواليس إدارة الكرة المصرية وكيفية التطوير والاستفادة من خبرات الشباب ورأيه في الموقف الحالي في الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الخروج بكأس الأمم الإفريقية من ثمن النهائي. لسه مكملين معاكم ورجعنا لكم طبعا، ومعايا الصديق العزيز ورئيس الاتحاد الاسبق لكره القدم وعضو مجلس اداره نادي الزمالك استاذ عمرو الجنايني. وحشني ويعني مبسوط ان انت موجود معانا. تسلم لي يا صقر. اول حاجه الف مبروك على البرنامج الجميل الناجح، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. ربنا يخليك حبيبي، وانت عودتنا كده كل حاجه بتعملها لازم تبقى نمره واحد. الحمد لله. انا اللي بتشرف بالوجود معاك النهارده، انت عارف غلاوتك ومعزتك طبعا، وعشرة سنين طويلة قوي قوي يعني. صحيح. ما شفتش غير كل حاجة حلوة منك. ربنا يخليك. والله احنا كلنا بنجتهد، وفي الاخر احنا نفسنا ان احنا نعمل حاجة فعلا نرجع كرة القدم المصرية لمكانتها الطبيعية. فاحنا حتى لو بيبقى عندنا هنا حاجة بنحاول نعملها فاحنا بنساعد، فاكيد كل واحد من الجهة اللي هو موجود فيها. تأكد انك لو رعيت ضميرك وعملت كل اللي انت شايفه صح، صحيح، مش هيبقى قدامك غير حاجة واحدة بس، هي النجاح. صدقني. صحيح. عمرك ما هتشتغل صح وتعمل كل حاجة صح وتلاقي نتيجة مختلفة. أكيد. وفي نفس الوقت عمرك ما هتشتغل غلط وتخش في مجاملات وتخش في حاجات دي وتتوقع نتيجة تانية غير الفشل أو غير الإخفاق، بلاش نقول الفشل. طيب احنا بدون مجاملات بقى ندخل في موضوعنا على طول. عايز نبدأ زمالك ولا نبدأ زي منتخب؟ زي ما انت عايز الاتنين. انت جاي جاهز النهاردة. طبعا. طيب خليني أبدأ معاك. طبعا خروج المنتخب شيء اكيد احزننا كلنا طبعا. شايف المشكله فين؟ يعني شايف بدايه المشكله فين؟ وانا شايف ان البطوله دي اكيد انت بتتابع البطوله، بطوله كانت من اسهل البطولات اللي ممكن منتخب مصر يحققها. من اسهل البطولات ومن اكتر البطولات مفاجآت. صحيح. يعني انت موازين القوى كلها اتقلبت، انت بصيت لقيت ناس بلاد ما كنتش تعرف في ايه البلاد دي اساسا. صحيح. لقيتها امبارح شفت ماتش كان فيدي وجنوب افريقيا، حاجه ما حصلتش، حاجه يعني مالي تستحق توصل، ومالي تستحق توصل. صحيح. والكوت ديفوار البلد المضيفه واصله بالصدفه. مظبوط. يعني خلينا نقول بالصدفه انها مزبوط. اكيد طبعا يعني تستحق وبذلوا مجهود وكل حاجه، لكن في نفس الوقت اي حد بيحلل هيقول لك كوت ديفوار لازم تخرج. صحيح. فالنهارده موازين القوى كلها اختلفت. البطوله كانت سهله، البطوله كانت سهله، لكن في نفس الوقت هنتكلم نسيبنا من الاخطاء الفنيه اللي هي ممكن ان يكون في اخطاء فنيه، انتوا اللي تحكموا على هذا الكلام، ما ينفعش اتكلم فنيات وانت موجود. لكن في نفس الوقت حاجات كتيره جدا احنا بندور لها على تفسير. يعني زي مشكلة محمد صلاح. م. ايه القلبة اللي اتقلبت على محمد صلاح دي؟ م. يعني ايه؟ يعني يا جماعة محمد صلاح ده كله تاج على راسنا كلنا. صحيح. وعلى فكرة محدش يعيب خالص انتقد زي ما انت عايز. صحيح. انتقد فنيات زي ما انت عايز. مظبوط. لكن احنا ابتدينا تشكيك في وطنية وحملة بقى ان الراجل عمل ان هو متعور وخرج. اكيد إيه اكيد اكيد ده غير مقبول تماما. وانا إيه اتفق معاك انك انت النهارده زي ما انت بتقول انتقد فنيا على عيني وعلى راسي، انما انت النهارده لا تشكك ولا تدخل في نوايا اي حد خالص ان هو راجل النهارده مش وطن، راجل بيدعي الاصابه. طبعا ده غير مقبول تماما. واي حاجه ناجحه صقر احنا دلوقتي للاسف بقينا نعمل فيها كده، اي حد شايف حاجه كويسه وحاجه ناجحه احنا نفسنا بنخش نخبط فيها. صحيح. وللاسف اللي بيعوموا على عوم الناس دي كتير جدا جدا جدا، الكلام ده مش مقبول. احنا صحيح. النهارده معلش يعني انا لفيت الدنيا كلها، الناس لما بتعرف انك مصري بتقول لك ايه؟ محمد صلاح. مظبوط. صلاح. مظبوط. فدي حاجه تشرفنا، بدل ما نقف ندعم الرمز بتاعنا
وندعم الراجل اللي بيمثلنا، سافرنا في كل المحافل الدوليه. صحيح. نقعد نطلع الكلام ده، ولا اصل هو اتعور، اصل هو ما كانش عايز يكمل، اصل عايز يرجع ليفربول. معالجه برضه هذا الموضوع. بس خليني انا برضه هتكلم، لان انا يمكن اتكلمت في الجزئيه دي وانا كان ليا موقف في الجزئيه دي. ان انا واحد من الناس قلت اني كنت اتمنى ان صلاح يبقى مع المنتخب حتى وهو مصاب، تمام، لان هو راجل قائد وكابتن الفرقه، تمام، بناء على ان اتقال ان اللاعب هيغيب مباراه او محمد صلاح هيغيب مباراه او اتنين بالكتير، فبناء عليه قلت الافضل ان صلاح، لان هو قائد الفريق وكابتن الفريق، ان هو يستمر مع المنتخب وما يمشيش، تمام. فعدم الشفافيه اللي موجود وعدم الاعلان خلانا كلنا احنا مش فاهمين هي الاصابه طويله ولا الاصابه قصيره ولا الاصابه بعيده ولا هيكمل ولا مش هيكمل، فدي يمكن شتتتنا. والاعلام من جانب ليفربول قبل احنا ما نطلع نتكلم طبعا اصاب منظومه الكوره المصريه في حرج بالغ يعني بجد كتير. يعني احنا اعتقد انا كنت اتصور ان هذا البيان يطلع من هنا، وقد يكون على فكره المبرر بتاعهم ان هو صلاح يسافر هناك قد يكون مفيد جدا ومفيد للمنتخب مفيد للكره المصريه. نفرض احنا النهارده في بلد برضو يعني مش متقدمه صحيا في كوت ديفوار اللي بتلاقي فيها، قد يكون الاجهزه ما مش موجوده، الناس واخدين وبعدين صلاح ده انستتيوشن لوحده، ايوه، وانفستمنت كتير جدا محطوط فيه من الناس اللي هناك، من حقهم ان هم يطمنوا، بس كان لازم التنسيق. انا هقول لك حاجه صادقه، لما كنا في معسكر المنتخب وعملنا الحفله بتاعه محمد صلاح وكرمناه هناك، مظبوط، كان ايام الكورونا، ايوه، وقلنا مع ليفربول وحضرنا مينت باي مينت هيعمل ايه في الدقيقه الفلانيه، هيطلع كذا، هيعمل كذا، تنسيق مفيش احسن من كده. صحيح. لدرجه حتى الجايزه اللي انا سلمتها له انا ما سلمتهالوش في ايده، ايوه، حطيتها على الستيج، حطيتها على الستيج وهو طلع خدها، ايوه، وقدام الكل. فوجئنا تاني يوم ان عنده كورونا، ايوه، تاني يوم بالظبط. اه فقال لك الحفله، طلع ساعتها فاكر كان الفرح بتاع اخوه وي 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 وي. تعالى بقى بص التنسيق اللي تم بين الدكتور ابو العلا دكتور المنتخب وبين كان رئيس الجهاز الطبي في ليفربول. التنسيق اللي تم على البروتوكول اللي هيتم عامل ازاي، ايوه، ومتابعين دقيقه بدقيقه، وكان رئيس بروتوكول الكورونا في مصر كان الدكتور حسام حسني، مظبوط، هو اللي راح له على هناك وابتدى، وحطينا 1 2 3 4 ستابس، والناس اطمنت قالت لك كده كله تمام، خلص هيقضي فتره النقاهه، احنا هنبعت ناخده في طياره. يبقى انت شايف اني كان على الجانب المصري طبعا ان هو ليصدر البيان طبعا، يا اما بقاء محمد صلاح للعلاج يا اما رحيله على ليفربول، مليون المية. طيب. ولا كان هيحصل اللغط، أيوة، بس اللي حصل هو في قعده حصلت، وحتى صلاح في المؤتمر الصحفي اعلن قال ان بالليل هيخرج بيان من النادي لتوضيح الموقف. طب هنا ليه الاتحاد المصري هو الموقف بتاعه هنا ليه غريب؟ ليه هو ما طلعش بيان قال فيه ان اصابه صلاح هتبقى من 3 لـ4 اسابيع؟ لان هو صلاح النهارده كمان حتى مش موجود في ماتش الارسنال النهارده. ما هو ده بص ده دليل براءه برضه. لا هو مش مساله بقى، ما احنا قلنا انا من الناس اللي اتكلمت في الاول، كلام جارح يا صقر. انا معاك طبعا، لان في ناس شككوا في الوطنيه طبعاً. وفي ناس شككوا في النيه، انا معاك وده غير مقبول تماما طبعاً. تماما، انما انا بتكلم على التوضيح كان مهم يكون من جانب الاتحاد المصري لكره القدم، ان اللاعب عنده اصابه بمزق او تمزق وهيغيب بشكل كبير او هيغيب عن البطوله بالكامل، فبالتالي خلاص هنا الدنيا اهدى شويه. انما انت بتقول لقاء او اتنين وبعد كده ليفربول بيعلن ان هو اللاعب مسافر من او كلوب هو اللي اعلن، فحط الاتحاد المصري في حرج. هنا شايف ان عدم التنظيم هو اللي ادى لكل الازمات دي كلها يا كابتن احمد. ساعه الكورونا وقعت الكورونا اللي انا بقول لك عليها، انا طلعت بيان من اتحاد الكوره عربي وانجليزي، صحيح، ونفس هذا البيان طلع من ليفربول هو نفس الكلام، ايوه، واحنا الاثنين منسقين مع بعض وطلع في نفس الوقت. طب يا جماعه انت برضو احنا بنتعامل مع ناس فيري بروفيشنال، ايوه، طب ما نشوف ايه اللي ممكن يتعمل وايه الصح اللي ممكن يتعمل اللي هيخلي منظر الكوره المصريه ومنظر القائمين على الكوره المصريه مش بالشكل ده. طيب
يبقى احنا اتكلمنا على جزء فيما يخص صلاح، والجزء الفني انت قلت هنسيبه للمتخصصين. تمام. طيب رايك وتقييمك لاداء المجلس الحالي بالنسبه لاتحاد الكوره؟ بص خلينا نتفق، انا يوم ما جيت رحت مسكت اتحاد الكوره في شهر 8 2019، تمام، استلمت من اخ فاضل وصديق المهندس هاني ابو ريده، اول كلمه قلتها ومن اول يوم دخلت فيه 18 شهر اللي انا قعدتهم من اول يوم لاخر يوم، قلت لا انا بادي من الصفر ولا اللي هيجي يستلم مني هيبتدي من الصفر. واعتقد ان انتوا عملتوا حاجات كويسه كتير قوي يتبني عليها. الحمد لله الحمد لله، علشان كنا صادقين. شايف ان اتبنى عليها ولا في بص ايديك صوابعك مش زي بعضها. تمام. يعني في ناس بتتفنن تقول ايه علشان انا كويس لازم اطلع اللي قبلي اخطا في حاجات. تمام. ده شغل يعني. طب انت استلمت من المهندس هاني ابو ريده وبنيت على اللي استلمت عليه، وده شيء يحترم طبعا، لان المهندس هاني ابو ريده خلينا نتفق ان راجل اعتقد عنده خبرات كبيره جدا جدا جدا، ومن افضل الناس على فكره اللي جت في المجال ده. اي نعم في وقت من الاوقات حصل كلام كتير حواليه، ولكن انا شايفه من افضل الناس اللي جت في اتحاد الكره المصري لكره القدم. ما حدش يا فندم يقدر يختلف على هذا الكلام. بنيت على اللي هو بالظبط كده، اللي هو انتهى منه بالظبط كده. تمام. فالنهارده علشان تقول فلان غلط فلان عمل، في ايجابيات كتير جدا طول ما احنا شغالين، واحنا في النهايه بشر. صحيح. لازم قد نصيب وقد نخطئ. صحيح. بس خليني بس اقول لك على حاجه واحده، وانا يمكن حتى وانا في الاتحاد برضو كنت بقولها، انت لو انت عندك لوائح، اللوائح فيها عوار، عدلنا اللوائح واستعنا، او مش استعنا، كان البنش مارك بتاعنا كان لوائح الفيفا. ايوه. وحاجات كتيره جدا اتعملت، وبقى معانا دستور بيحكمنا. سهل الموضوع عليك. الله ينور عليك. لما عملت دستور يحكمك وكل حاجه، هي مش محتاجه اجتهاد، مش محتاجه يتقال فلان، محتاجه بقى مدير قوي تنفذ هذه اللوائح صح او غلط، او هتيجي على فلان ما تجيش على فلان، مالكش دعوه. انا يمكن اتذكر ان انا في هذه الفتره انا قفلت كل ما هو علاقه بالسوشيال ميديا. دي حقيقه، دي حقيقه. اختفيت تماما. حصل. وهقول لك حاجه، انا ما كنتش بتفرج على التلفزيون حتى بعد الظهر. لان انا عارف كويس قوي قوي اتحاد الكوره للاسف هو اضعف حلقه. الله ينور عليك. انا لسه كنت هسالك، هل اتحاد الكوره اضعف من الاهلي والزمالك؟ اضعف. هو يعني الديبندز مين اللي هيمسك اتحاد الكوره. ما يعني ما انت بتحكم كره القدم في مصر، لو انت بتحكم كره القدم في مصر باللوائح وما بيهمكش اسامي وما بيهمكش فصيل جماهيري يجي عليك، تاكد انه صح. انا مره عمرو اديب قال لي ايه؟ قال لي بص، الاهلي زعل منك والزمالك زعل منك، طالما الاهلي والزمالك زعلانين منك الاثنين، يبقى انت صح. يبقى انت ماشي صح. وانا كان هو ده وده حصل على فكره. يمكن يعني انت كان جمهور الاهلي دايما اتهامات انك انت زملكاوي، وانت زملكاوي وانت بتعلن ده، ما عندكش مشكله خالص. وفي وقت من الاوقات نادي الزمالك اتهمك انك انت ما بتقفش جنب نادي الزمالك، دي حقيقه، ده تم الاتهام. وانا وجهه نظري شايف انت طالما بتعمل الصح اكيد انت مش هترضي الجميع. طبعا. بس اهم حاجه انك انت تكون بتعمل الصح. طبعا طبعا. وده وانت يعني النهايه كده، وانت واقف وانت نازل الصبح رايح شغلك، واقف بتسرح شعرك في المرايه، بتبص ان على نفسك في المرايه، وانت راضي على نفسك ولا انت مش راضي؟ أي. ظلم لو جبت لي سكين على رقبتي مش حظلم. ايوه. والناس كلها تعلم يعني ايه نادي الزمالك بالنسبه لعمرو الجناين. صحيح. لا، نادي الزمالك هياخد حقه ومش هيتظلم. صحيح. والنادي الاهلي هياخد حقه ومش هيتظلم. مظبوط. بس عشان تقول انا ميولي كده، حتى انا مره قلتها، طب ما انا عندي في شغلي في البنك، ما هو ثلاث ارباع يعني ممكن تلاقي ايه جزء كبير جدا اهلاويه. هل ده الناس دي هتتظلم يعني؟ لا 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 خالص. ليه؟ وانا هبص لنفسي في المرايه ازاي؟ وهنقف قدام ربنا ازاي؟ وانا هنزل لما هروح لربنا حد هيجي معايا؟ يعني انت شايف ان 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 جزء من خلينا نقول ايه، المجاملات هو اللي اثر علينا في الوقت الحالي. او مش كده؟ وعدم تطبيق اللوائح على الكل بنفس الدرجة. قولا واحدا. قولا واحدا. يعني خصوصا انت ممكن جدا لحد يعني
الواقعه الفلانيه عملتها كده اوكي، الواقعه الثانيه زيها عملتها كده، وعملتها كده ليه؟ عشان اللائحه بتقول كده مش عشان اجتهادات. واي حد يكلمك يقول له اللائحه اهي. طيب خليني برضو عشان نذكر الناس، ماتش الاهلي والزمالك اللي الزمالك انسحب فيه. انت خدت قرارات وقتها بعد الحكم ما صفر ب 18 دقيقه قبل الثلث ساعه. تمام كويس، نزلنا القرار ستطبق اللائحه وهتعمل كذا وهيحصل كذا 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 كذا. صحيح، اللائحه بتقول كده. قلت ايه؟ انا لا اجتهدت ولا طلعت تجاوزت في كلام ولا لا 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 لا، طبقت اللوائح والقوانين واقفل على نفسك خلاص. وانت طبعًا هنا لما بتطبق اللوائح والقوانين انت بتبقى مرتاح طبعا. هل وقتها انت تعرضت لضغوط؟ هل وقتها يعني تعرضت لضغوط؟ طبعا طبعا طبعا. ويا ظالم ويا مش عارف ايه وي 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 وضغوط كتير جدا، ولا هزت لي شعره لانك انت بتطبق اللوائح والقوانين. ومحدش في الدنيا هيجي يقول لك انت ازاي طبقت اللوائح والقوانين. انا دايما حد في الدنيا هيجي يقول لك في يوم من الايام ايه انت ازاي جملت. صحيح، انا دايما ليا مقوله والله، اقول انا ممكن مش مشكله بالنسبه لي الناس تحبني، بس المهم الناس تحترمني. طبعا، ودي جزئيه مهمه. طبعا، انت طالما بتطبق اللوائح والقوانين بعداله انا اعتقد الناس كلها هتحترمك، ودايما المواقف هي اللي الناس بتتذكرها. فعشان كده يمكن دي انا 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 ذكرت لك ليه الموضوع، لان انت في الاول وفي الاخر خدت قرارات ضد نادي الزمالك، وانت عندك عشق لنادي الزمالك. طبعا، وده معلن للجميع. طبعا. طيب باللي انت بتقوله ده، اللي جاي ايه اللي لازم يتم علشان نرجع تاني نطبق اللوائح والقوانين؟ لاني خليني اقول لك في الوقت اللي انتوا كنتوا موجودين فيه، وكان معاك طبعا محمد فضل، وكان معاك احمد عبد الله، والاثنين كوادر. طبعا طبعا، والاثنين كوادر يعني مهمين جدا. كان معاك الدكتور جمال محمد علي والدكتوره سحر عبد الحق، دول طبعًا اللي كانوا اللجنه اللي كانت معينه. طبعا عملتوا حاجات كويسه جدا جدا جدا، يمكن ما اخدهاش قبلكم قبل كده اي حد في مجالس اداره الاتحاد قبل كده. الجمعيه العموميه تم تقليصها من 200 وشويه تقريبا لحد حاجه و90، مش كده؟ صح، 96 ل 96. وكان عندكم هدف تاني توصلوها ل 36. مظبوط، اللي هو دوري المحترفين. مظبوط، مع القسم الاول. مظبوط، اللي هو الدوري الممتاز. مظبوط، والرابطه تدير. لا، ما انا هدخل بعد كده طبعا، ان انتوا صممتوا على وجود رابطه، ده كان في الوقت اللي انت كنت موجود فيه. الفار، ودي كان من ضمن الحاجات اللي انتوا صممتوا، لان لازم ادخل في القصه دي، لان كانت تكلفه كبيره جدا، ما كانش سهل ان هي تتطبق وان هي تنفذ. وجي بعد كده لما جيت اتولى المهمه الاستاذ احمد مجاهد، حصل شويه لخبطه، وان هو ما كانش عايز يكمل عشان التكلفه وكده، ولكن في الاخر لا يصح الا الصحيح. فعايز اعرف انتوا خدتوا القرارات دي ازاي؟ احنا اول ما مسكنا، اول ما تولينا المسؤوليه، قعدنا كده كلنا مع بعض، تعالوا يا جماعه احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نوصل لفين؟ ايه الفرق اللي بيننا وبين الكرة العالمية او بين الناس اللي سبقتنا؟ انا اللي هخترع. دايما كنت اقول لهم كلمة، احنا مش هنخترع العجلة. أي، لا، الناس هنشوف اللي سبقونا عملوا ايه وتعالوا نشوف. أي، جينا طب الفار ده نظامه ايه؟ طيب احنا لازم نتصل بالادارة اللي هي مش عارف اسمها، الاي فاب اعتقد، اللي هي في الفيفا، نتصل بيها. طب ايه مين الشركات اللي هم اوتورايز ان هم نشتغل معاهم؟ بعتوا لنا الناس كلها، بعتنا للناس كلها، ابتدينا مناقصات، بتخش في الاجراءات الحكوميه اللي موجوده، اللي هي المناقصات والكلام ده كله. دخلنا معانا كل الجهات الرقابيه. عملنا شورت ليست، في ناس اساسا خرجت ما دخلتش، ما رضيتش تخش من ضمن الشركات، اعتقد ان هم كانوا 7. صفصفناهم لثلاثه، مارسناهم، خدنا احسن اوفر منهم، اللي هم كانوا بيديروا الدوري الاسباني، ولحد دلوقتي هم لسه بيديروا الدوري الاسباني. اه بالظبط، لما ورسينا على كده وحددنا تايم بلان. في اليوم الفلاني هنعمل كذا، في اليوم الفلاني هندرب الحكام عايزين وقت معين لازم من الفيفا، هي اللي بتصرح علشان يبقوا اوثورايزد ان هم يشتغلوا الكلام ده كله. مظبوط، حطينا البيزنس بلان اللي موجوده دي، او التايم بلان اللي موجوده. الكلام ده وصلنا لحد اول الدور الثاني، ورحنا طالعين، حطينا 1 2 3. انت كان معايا كابتن جمال غندور، عمل مجهود رهيب الحقيقه فيها. صحيح. وزمايلي طبعا كلهم اللي كانوا معايا، وقلنا الموضوع ده كله هيخلص يوم بيوم، احنا عارفين هنعمل ايه ومش هنتاخر يوم واحد. اول يوم في الدور الثاني
هلعبه بالفار. وطلعت قلت الكلام ده، قال لك ده عباسيه ده مجنون يا عم، ايه اللي انت بتقوله يا جماعه؟ انا فاكر انا وقتها طبعا لما يعني ناس كتير إيه؟ احنا هيجي لنا الفار معقوله احنا هنبقى كذا كذا كذا. واول ماتش في الدور الثاني اتعمل كده. هي على فكره لا شطاره ولا نباهه ولا ولا ولا، هو التزام. صحيح، انت بتعمل تخطيط صحيح والتنفيذ بجدول زمني، كل الاطراف بتلتزم بكل حاجه احنا قلناها، خلاص انت بتتابع التنفيذ. صحيح. امتى هنشوف التخطيط اللي انت بتقول عليه ده؟ يعني امتى هنشوف خطه مستقبليه؟ مش مهم مين موجود بكره، المهم انا بحط خطه واللي بيجي بيكمل بعديها. يعني مثلا سي الاستاذ عمرو الجناين النهارده رئيس الاتحاد، جه بعده الاستاذ جمال علام، مش الاستاذ جمال علام، جه سين من الناس. امتى هيبقى عندنا خطه واضحه كل اللي يجي يكمل عليها، مش مجرد ان انا اجي؟ يعني مثلا من ضمن الحاجات، انتوا كان موجود الكابتن حسام البدري، تعاقدتوا مع الكابتن حسام البدري. مظبوط. جه المهندس احمد مجاهد اقال الكابتن حسام البدري. مظبوط. رغم ان نتائجه نتائج الكابتن حسام ما كانتش فيها ازمه. كانت نتائج طيبه. ليه تم اقالته؟ ومع ذلك تعاقد مع كروش مدير فني جيد. جه المجلس اللي بعديه راح ممشي كروش، والكابتن شوقي غريب وقتها، ورغم ان هو كان محقق اخر بطوله خدناها لما اخر بطوله مصر خدتها. مظبوط مظبوط. وطلع بعد كده كانت ايامنا احنا اللي هي كانت ايام كليه بطوله بتاعت تحت 23. مظبوط. فليه الناس دايما بتيجي زي ما انت بتقول ما بتمشي ما بتكملش على نفس النهج؟ انا لازم اجي اهد المعبد وابني انا من جديد، او اشتغل انا بفكر انا من جديد. امتى هنشوف التخطيط ده؟ بص يا احمد، ده اللي وصلنا اللي احنا فيه. خلينا بس نقول، يعني حتى انت النهارده ليه ما يتحطش خطه 5 و10 و15 سنه؟ صحيح. واللي جاي يمسك يمشي على هذا الكلام، طالما كل مضى زي ما بنقول مضى بدمه على هذا الكلام، وده اللي احنا عايزين نوصل له، خلاص يبقى هو ده طريقنا. النهارده انت بتقول لي كابتن حسام البدري، كابتن حسام البدري ما خسرش ولا ماتش. طب انا هقول لك حاجه، روي فيتوري لعب كام ماتش مع المنتخب قبل ما يمشي؟ لعب حوالي 11 ماتش قبل ما يروح كاس الامم الافريقيه. تمام. خسر كام ماتش؟ تقريبا خسر، متعادل، خسر ماتش واحد، ماتش تونس. الله ينور عليك. مظبوط. ماتش واحد. ايوه. يعني انت لو هتبص لاجمالي النتائج برضو، كون ان احنا كان عندنا طموحاتنا دي 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 نتائج الكابتن حسام بدري، هو لعب 10 ماتشات فاز 6، تعادل في 4، خسر 0، سجل 14 هدف، استقبل 4. هايل. وكل ده وصل لنهايات كاس افريقيا. مظبوط. مظبوط مظبوط. مع منتخب مصر ده في التصفيات. ده في التصفيات لعب 6، تعادل في 3، وكان عنده 10 نقط. طيب انا بحاسب بنتائج بقى، ولا بحاسب بالاهواء الشخصيه، ولا بحاسب بايه بالظبط؟ حتى هنا فاز 1 وتعادل 1، يعني ما كانش فيه عنده برضه ازمه. بس في تصفيات كاس العالم. ده في تصفيات كاس العالم. مظبوط مظبوط. طيب ده هنا كمان هنشوف اهو، فيتوريا لعب 18 مباراه فاز 12، تمام، تعادل اللي هم الخمسه، مظبوط، منهم 4 في كاس الامم الافريقيه، مظبوط، وخساره واحده فقط لا غير، سجل 40 هدف واستقبل 13، منهم 7 بس في كاس الامم الافريقيه. هايل هايل. امسك كده بالارقام، كون ان هو ما ارضاش طموحاتنا، قد يكون في تعديل في المسار، انا مش معاه ولا ضده. صحيح. انا بس بقول ما هو معيار الحكم؟ أيه. انت بتقول نتائج، ولا بتقول اهواء، ولا بتقول عايزين كبش فدا لاي مشكله نسلم قربان زي ما بيقولوا؟ دي حقيقة. هي دي المشكله. ايوه. انا لو مقتنع ان انا ماشي صح، عارف كبش فدا من ضمن الحاجات اللي انا استغربتها، ومن ضمن الحاجات اللي تحزن، كابتن ايهاب جلال جه لمده شهر اقيل وهو في الطياره. ما انا بقول لك هو انت هي المشكله. طب وكابتن ايهاب جلال مع احترامي وتقديري ليه، هو اللي احنا شايفينه دلوقتي اللي بيحصل في حازم امام. ايه ده؟ هو حازم امام، معلش، هو حازم امام اللي حازم امام اختار؟ مش في قرار مجلس؟ صحيح. مش في مجلس نطلع نقول ايوه احنا ندافع عن قرارنا؟ ما هو ده مع الاسف، ولا مع ثانيه واحده، عشان انت ما عندكش فصيل اعلامي وفي ناس بتهجم عليك، يبقى الدنيا لازم نقدم قربان. هو اتسلم. اتسلم. انا بقول لك اتسلم. ايوه طبعا. لان انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده. حازم امام النهارده انت كلفته بملف. طبعا. اختار مدير فني.
تمام، هو اخطاء المدير الفني، ومدير فني جيد، والنتائج تمام بتاعته كانت ماشيه بشكل كويس. طبعا في امم افريقيه، في الامم الافريقيه اكيد اكيد الاداء الفني سيء جدا جدا، وعمل بروبوزل لعقد بشروط. صحيح، ولكن خليني اقول حاجه هنا، انت كمجلس واحنا كلنا قاعدين وافقنا على الشروط. طبعا فالمسؤوليه مش مسؤوليه حازم، طبعا مش مسؤوليه حازم امام فقط غير طبعا واحد. لان دي من ضمن الحاجات ان انا كمجلس النهارده اطلع اقول كلنا مسؤولين. طبعا لان في بعض الناس طلعت قالت لك هو المسؤول على الملف، احنا مالناش علاقه. ازاي مالكش علاقه؟ ايه ده ايه ده؟ طب ما انت وافقت. فدي من ضمن الحاجات اللي احييك عليها فعلا، لان في الاول وفي الاخر زي ما انت تقول انا مش هدور على كبش فدا اقدمه للناس. هو لازم في واحد يشيل الشايب، واخد بالك؟ فمع الاجواء اللي احنا شايفينها دي سلموا يعني دلوقتي سلموا لحازم، هو حازم اللي اختار والله. طب وانت شروط العقد يا حازم تروح تديله 200,000 يورو؟ يا سلام، و 200,000 يورو دي مين اللي وافق عليها؟ مش المجلس هو اللي وافق عليها؟ كل المجلس. يبقى نقول احنا كمجلس وافقنا على 200,000 يورو. وبعدين هقول لك حاجه، انت الراجل حتى السي في حاجه مشرفه لمنتخب مصر، يعني اقصد مش مثلا جايب حد. صح صح. ما قدمش زي كيروش. طبعا كيروش انا من الحاجات اللي انا بقول من احسن الحاجات اللي عملها مجلس المهندس احمد مجاهد، انا وقلتها مليون الف مره. كيروش حاجه، واحنا كنا رايحين، فاكر احنا كنا رايحين ضياع. صحيح، يعني كونك توصل فاينل وتلعب السنغال في السنغال، بطولة وتخرج العربية. والبطوله العربيه عملت فيها مباراه هايله. طبعا صحيح، ونخرج بضربات الجزاء من السنغال في الاخر. طبعا كان انجاز جامد، وكان الحقيقه علامات استفهام كبيره جدا ان احنا لما جينا مشينا كيروش. ايوه ليه يا جماعه؟ ما هو عشان هو راجل حس ان هو مش عارف يتعامل مع الناس، مش حابب يتعامل مع الناس، وحصلت مشاكل بينه وبعضه. طيب خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نكمل قصه كيروش، ونكمل اكيد ايه الخطوات اللي لازم نعملها الفتره الجايه علشان يرجع تاني يبقى فيه زي ما بنقول في خطه للاتحاد المصري لكره القدم. فاصل ونرجع نكمل مع الاستاذ عمرو الجناي. لسه مكملين طبعا مع يسأل الاتحاد الأسبق الأستاذ عمرو الجناني. لو بنعمل خطة دلوقتي، إيه اللي لازم يطلب مننا عشان نبدأ نجهز بقى الفترة الجاية؟ خلاص اللي عدى عدى، ولكن عايزين نفكر الفترة اللي جاية، إيه اللي يستحقه أو تستحقه كرة القدم المصرية؟ أول حاجة لازم ده يبقى ميثاق بالنسبة لك، الكتاب او الدستور اللي انت بتحكم بيه لازم تطبقه على الكل. طيب ما تجاملش، ما تقولش انا هقول على ناس ازاي تروحوا القضاء مدني، واحد تاني تقول له حاضر احنا هنسمع موضوع القضاء المدني. القضاء فوق الكل طبعا وكل حاجه، بس احنا عارفين قوانين كره القدم عامله ازاي. تمام. ما تقولش اصلا انا خايف من فلان الفلاني. ممكن حضرتك تقول لي مد القيد ده ليه مثلا؟ عشان الفيفا طلبت الكلام ده. طب ما اعلنش الكلام ده من بدري ليه؟ عشان تعمل القيل والقال. لا اصل الزمالك لسه ما خلصش صفقاته. لا اصل الاهلي قرر ان هو يجيب حارس مرمى. فتحت باب خلاص. ليه فتحت باب؟ ولو انت ناوي تفتح من اول يوم، قول على فكره القيد هيبتدي يوم كذا وينتهي يوم كذا. صحيح. ليه بتاجل ماتشات بالشكل ده؟ صحيح. ليه لما عندك لائحه للرابطة ما طبقتش الكلام اللي مكتوب؟ خد بالك اللائحة اللي أنا عاملها، اللي هي اللي شغالين بيها دلوقتي بتاعة الرابطة اللي احنا أصرينا إن احنا نعملها. نمرة واحد، ما ينفعش حد عضو مجلس إدارة في الاتحاد يبقى عضو مجلس إدارة في الرابطة. ما ينفعش حد عضو مجلس إدارة في نادي يبقى عضو مجلس إدارة في الرابطة. أنت ليه هو ده موجود مش كده؟ كان موجود قبل كده.
لا الرابطة انا فاهم. اول ما تنفذت كان فيها اعضاء مجلس اداره، يعني الحاج عامر حسين وهو رجل فاضل كان موجود في الاثنين. صحيح. وهو في اتحاد الكوره المفروض ان كل المسابقات دي تبع الرابطه. صحيح. انت اتحاد الكوره عندك لجنه انضباط، اللي طلعت في يوم قلت لجنه الانضباط شغاله، لا لجنه الانضباط مش شغاله، مش موجود. لا اصل الطعم فيها من مين؟ الطعم فيها من مين؟ وفي يوم من الايام تاني رحت لحد قلت قرار هم الناس استدعوا واحد انه راح للقضاء المدني. صحيح. ف ايه ده؟ ليه؟ تفتح بتأجل ليه؟ احنا النهارده خد بالك الموضوع اسهل ما يمكن على فكره، الموضوع مش صعب، مش كيمياء. أي. بس طالما فتحت باب للمجاملات تأكد مليون المية انها هتكر منك. خلاص صحيح. هتكر. صحيح. احنا جينا في يوم من الايام لما جينا قلنا هنبتدي في اليوم الفلاني وننتهي في اليوم الفلاني، حقيقة انا ما انتهيتش في اليوم الفلاني بسبب الكورونا. أي. وده ما كانش بايدي، ده كان ظرف قهري خارج عن الكل. صحيح. بس حضرتك هات لي ماتش واحد انا اجلته. ما حصلش. عارف من ضمن الحاجات الغريبه اللي انا حتى يمكن سالت فيها امبارح، احنا المنتخب خرج بقاله دلوقتي حوالي 10 ايام. ولسه البطوله هتنتهي يوم 11. طب احنا ليه ما لعبناش في الوقت ده؟ يعني 15 يوم كانت لعب فيهم على الاقل 3 مباريات. صح. ليه ما لعبناش؟ ليه تكربس في الاخر والموسم يجبس عليك وتيجي الموسم اللي جاي تبتدي من غير راحه؟ هقول لك على مفاجاه تانية. النادي الاهلي عنده البدايه الافريقيه يوم 16. مظبوط. وانت عندك بدايه انطلاق الدوري هتبقى يوم 13. مزبوط. يعني معنى ذلك هيتاجل الاهلي مباريات 16. مظبوط. طب وهو عنده مؤجلات قبل كده كمان. طب انا ليه ما لعبتش في الوقت ده؟ عندي 15 يوم. ليه ما لعبتش؟ خصوصا انه وارد انك تكون مشيت برضه من 10 ايام. ايوه. يعني وارد، ما هو كل شيء وارد في كره القدم. ما انا بحط السيناريوهات اللي انا هشتغل عليها. ده اللي بنقوله. ايوه. هو ده اللي بنقوله. مش كيمياء. لا طبعا مش كيمياء. ايوه. صقر انا لما جيت مش عايز بس اقعد اكررها، بس والله هو ده اللي حصل. احنا جينا جبنا رئيس لجنه مسابقات عنده 28 سنه. مظبوط. حسام الزناتي. مظبوط. وما اخترعش. يعني احنا جينا الجدول بيتعمل ازاي يا جماعه؟ خد بالك احنا ما عنديش مثلا ما عملتش جداول قبل كده ولا هو عمل، لا ده الدنيا بتعمل ازاي؟ طب اللي بره بيشتغل ازاي؟ السيستم بيبقى بالشكل الفلاني، البروجرام بيبقى بالشكل الفلاني، بتجيب الارتباطات الدوليه، بتجيب الارتباطات الافريقيه، الكلام ده كله، الفيفا ديتس كذا، اللي بتحطها وبتملى بعدها، وحطينا رول، قلنا ماتشات الاهلي والزمالك اللي في افريقيا لو جوه مصر هيبقى 3 ايام فرق بين الماتش والماتش. صحيح. لو بره مصر هيبقى اربع ايام، وكل التزم. صحيح. طب انت ليه ما تعملش كده؟ مظبوط. ما عشان انت قلت طالما فتحنا باب بالظبط يبقى الكل هيقول لك اشمعنى انا، وده اللي بيحصل. بمناسبه حسام الزناتي، لاني انا شايفه من الشباب اللي هم مميزين جدا جدا وكاد طبعا محترم جدا، بس فضل يعني عارف انت سلمه للانديه كلها وسابه. بمناسبه فضل، عند توليك اللجنه الخماسيه كان في خلافات بينك وبين فضل في الاول؟ عمر ما كان في خلافات. احنا او خناقات يعني. احنا ممكن جدا نختلف على قرار. ويا تقنعني اقنعك. صحيح. وتعالى الترابيزه اللي بتحكم. ايوه. الترابيزه يوم ما هتحكم كلنا واقفين بندافع عن القرار. ما حصلش في يوم من الايام ان انا ياما اختلفنا مش مشاكل بس اختلاف صحي. طبعا اختلاف صحي وطريقه معالجه الامور في وقت من الاوقات. صحيح. يعني يمكن انا اكبر شويه في السن، فكان ايه؟ لا تعالى بص هنوصل للنتيجه اللي انت عايزها، بس هنوصل لها بالطريقه الفلانيه. ايوه. تحتويهم يعني. طبعا طبعا. وخبراتك انت يعني بتساعده في اتخاذ القرار. طالما النيه سليمه، والنيه نيتنا كلنا هي مصلحه هذا المكان بدون اي مجاملات وبدون اي مراعاه لاي حاجه على جنب، يعني هي المصلحه. يعني خلينا نقول المصلحه العليا بتغلب المصلحه. خلينا نقول اختلاف وجهات النظر، انما في النهايه اختلاف صحي. طبعا. طب تعالى نشوف فضل كده بيوجه لك هيقول ايه. هو هيقول اختلفنا. هنشوف كده هيقول ايه ونرجع نكمل معاه. سؤالك اخ اكبر ولكن العلاقه كبيره جدا، اتعلمت منه كتير، شخصيه محترمه، شخصيه ناجحه اداريا، مش هقدر
اوصفه ان الوصف مش هقدر اديله حقه في الوصف الاداري طبعا، حدث ولا حرج. لكن على المستوى الشخصي شخص جدع جميل بيعمل الصح، وده اللي احنا كنا بنجتهد وبنسعى اليه. اول حاجه لو في حاجه هو ما يعرفهاش بيدي الملف لاي حد، وبيديك حقك جدا في اخراج هذا الملف ده. دي مهمه جدا. فكره مش عيب ان احنا نبقى عندنا خطأ ونصلحه. حكيم جدا، بيعرف يوازن الامور، ودي مهمه صعبه في كره القدم. استاذ عمرو زعل مني كتير، بس زعل مني في نطاق العشم. يعني يمكن احنا في البدايه انا كنت لسه صغير وداخل بقى فريش بلاد وعاوز على طول كل حاجه تمشي صح، وكان كل تفكيري، وهو احنا كلنا كنا كده، بس تفكيري كله ان كل حاجه باللوائح بالقوانين. انا خلفيه قانونيه وفنيه، فبالتالي مركز في حتت معينه. في اوقات لازم تبقى فيه هدوء شويه، في اخراج القرار مهم جدا، توقيتاته كان مش زعل، كان اختلاف صحي في اوقات كتير. لكن في الاخر زي ما بقول لحضرتك، القرار بيطلع من المجموعه، وحصل طبعا اختلافات كتيره مش مع استاذ عمرو، مع مجموعه، بس في الاخر للصالح العام. والله هيقولوا ان احنا لو متفقين مش هنخرجوا بنفس الشكل ده. والله نفس أبداً. الكلام. انا والله ما سمعت فضل قال ايه خالص. يعني انا عارف ان فضل مسجل لك حاجه، ولكن زي ما انت قلت هو اختلاف صحي في النهايه طبعا، وهو طبعاً. جاي بروح الشباب وانت بالخبره بتاعتك الكبيره، فكنتوا في الاخر بتوصلوا للصح، واعتقد ان كنتوا عملتوا نتائج طيبه. يعني خليني اقول ان اتخاذ قرار الفار، تقليص الجمعيه العموميه، القوى الموحده، فوز ببطولة افريقيا 2019، تحقيق البطولة الافريقية لتحت 23 سنة، فنجاحات كبيرة جدا جدا جدا. طيب خليني عشان ادخل على ملف الزمالك. طب انا عايز اتكلم على فضل شوية. طيب ماشي، سيبني اقول. انت قلت على فضل كتير. ماشي، طب يلا. بص هقول لك حاجة، من اسعد واجمل فترات حياتي اللي انا اشتغلتها مع الناس دي، حق الله. وزي ما قال لك، انا مش بطل العالم في كل حاجه، بس يعني يمكن هتقول خبرات اداريه ادعي ان انا ايه بعرف ادير. موضوع ان انا اكون بتدي لكل حد فايل، والديليجيشنز اللي حصلت، يا احمد يا عبد الله انت شايل كذا، يا فضل انت شايل كذا، يا دكتور جمال كذا، يا دكتوره سحر كذا، صحيح، وتعالوا في الاخر نتلم. وتعالى، وانا على فكره عمري ما كنت بتكسف ان اسال. طب بقول لك ايه، هي دي كذا، كلنا بنتعلم. طب تعالى واحنا بننفذ، واحنا بنعمل بطوله 23. المنتخب الاولمبي 23 تحت 23 سنه. يا فضل انت لما كنت قبلها في البطوله بتاعه الكبار دي بتتعمل ازاي؟ طب بص، بتوصل للنتيجه اللي انت عايزها. صحيح، طالما النيه سليمه، وطالما الكل باصص لمصلحه واحده، والكل بيخاف على بعضه. صحيح. كان دولة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أيه، ربنا يديله الصحة يا رب، مرة قال لي إيه يا عمرو، خلي الناس اللي بتشتغل معاك تخاف عليك مش تخاف منك. يا سلام، كلمة عبقرية. يا سلام، الله العظيم. صحيح، لو هتخاف عليك وإن إحنا كلنا خايفين على بعض، صدقني ظهرك هيبقى متأمن مليون مرة غير تخاف منك. صحيح، تخاف منك هيبقى غاب الأمر خلاص. احسن حاجه انك انت تكبر بكل اللي حواليك طبعا، لان انت بتبقى كبير لما وانت بتكبر باللي حواليك طبعا. طيب، بما اني جبت سيد احمد عبد الله، وهو يعني برضو احمد من الناس اللي بحبها جدا، ومن الكوادر المميزه جدا جدا، وعامل نجاحات كبيره طبعا لما كان موجود معاك، ودلوقتي طبعا في زد ده، بعيدا طبعا ان هو شخصيه محترمه. طب تعالى نشوف هو كمان موجه لك رساله ونرجع نكمل. حبيبي طبعا عمرو، مش قادر اتكلم، عمرو اخويا الكبير، مش عايز اكبره واقول ابويا، بس عمرو اخويا الكبير يعني حاجه، شخصيه جميله جدا ومحترمه جدا وناجح في شغله. واحنا لما مسكنا في اتحاد الكوره بعد، كان بعد اخفاق برضو بطوله افريقيا، وكان ساعتها حصل حل لاتحاد الكوره، وجات اللجنه الخماسيه بتعيين من الفيفا، بصينا على كل الملفات يا مصطفى، حطيناها على الترابيزه عشان نشوف ايه نقدر نعمل ايه بسرعه. والحمد لله اللي احنا وعدنا بيه قدرنا نعمله ونحقق احسن من اللي احنا كنا طالبينه، لولا ان جت الكورونا فقفلت شويه او عطلت اللي احنا كنا بنفكر له ان احنا نعمله. بالنسبه للتحديات، ان انت جايب لجنه بعد اخفاق، فالمفروض منها انها تعمل حاجه تضيف للكره المصريه في الفتره اللي هي فيها،
واعتقد ان عمرو من اول اجتماع وطلعنا في اول مؤتمر وعد بحاجات الحمد لله احنا حققناها كلها. يعني احنا عمرو وعد ان احنا كلجنه نجيب الفار ويشتغل الدور الثاني، وما كانش الفار موجود قبل كده، والحمد لله قدرنا نعمل الفار في الدور الثاني زي ما وعدنا وبديل كويس جدا جدا جدا. وطبعا انا مش عاوز انسب الفضل لحد معين في موضوع الفار، لكن اقدر احط الجزء الاكبر من موضوع الفار على عمرو، لان عمرو عقليه ناجحه جدا جدا جدا، فقدرنا نوصل الاتفاق معين على الكرة الموحدة وعملناها. حاولنا نطور على قد ما نقدر منظومة المنتخبات، والحمد لله برضو في الفترة بتاعت اللجنة الخماسية كسبنا البطولة بتاعت المنتخب الأولمبي وتأهلنا الأولمبياد بتاعت طوكيو، ودي ما كناش بنكسبها بقالنا كتير، البطولة بتاعت الجيل بتاع رمضان وعبد الرحمن وكابتن شوقي يعني والجيل بتاعه والمنتخب بتاعه، الحمد لله كسبنا وتأهلنا الأولمبياد طوكيو، إلى جانب ملفات كتير بقى على الترابيزة اللي هي الديلي وورك اللي هو بيشتغل كل يوم، وإزاي أنت تبقى شغالين برضو في مشروع الهدف وشغال في مشروع المنتخبات وشغال في موضوع تعيينات وحكام، كل ده كان كل دي ملفات كانت فيها صعوبة معينة. يعني زي ما هو طبعا شخص جميل و فلة صحيح دي حقيقة. أحمد جميل وشغيل واديله ملف وانساه دي حقيقة حق الله، وكان بيخش في حتت شائكة جدا 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 دي حقيقة، لأن هو كمان ما بيخافش. أيوة. هو كمان ما عندوش حسابات وبيعمل الصح، دي تقيله بيضرب جامد بس ما شفتش دي بصراحه. لا بس هو بيعجبني دايما في عبد الله بجد والله، ان هو بيعمل الصح، ما مش فايق له بقى مين ولا الكلام ده كده. احمد ما حدش كاسر عينك. أيوة. ومش خايف من حاجه. أيوة. مش طب انا في ايه، ما أنا هو ده وحطب ده، ولا يلوم عليك مخلوق. استاذ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكره القدم القادم، اكيد انا عرفت ان في اتنين معاك موجودين دلوقتي، احمد عبد الله ومحمد فضل، من حبك ليهم مين ممكن يبقى موجود معاك، وهل انت فعلا ممكن تفكر انك انت تخوض انتخابات اتحاد كره القدم المصري في الفتره القادمه؟ بص زي ما بقول لك، انا من انجح فترات حياتي يعني هي ال 18 شهر دول، الحمد لله حسيت ان انا انجزت وراضي عن كل حاجه اتعملت. وزي ما احمد كان بيقولك دلوقتي، احنا حطينا كان قدامنا من الفيفا كذا نقطة، كنا نخلص ونشطب نخلص ونشطب نخلص ونشطب، خلصنا كل الفايل اللي كان اخر حاجة قبل ما نمشي بكام يوم، الجمعية العمومية باللايحة الجديدة بالرابطة بالكلام ده كله. خليني بس اقولك ايه، لو هنرجع لتاريخي مع الرياضة، انا عمري ما نزلت انتخابات. دي حقيقة. أنا بيتم دايما التكليف بالظبط كده. تمام. فأنا يا جماعة والله عمري ما سعيت ورا حاجة. بس عمري في نفس الوقت ما خذلت حد قال لي تعال اخدم في الحتة الفلانية. صحيح. نادي الزمالك من 2006 ل 2013 أنا ما دخلتش انتخابات. سواء مجالس معينة أو مجالس منتخبة ويتم تعييني، لما كان في تعيين في وقت لما كان بيتم التعيينات. اتحاد الكورة نفس الحكاية. انا ما بحبش يبقى عندي حسابات انتخابية خالص. يعني الموضوع ده ما جربتوش وما عملتوش. هتحطني هتقولي عايز تبقى رئيس اتحاد الكرة، مش طموحي ومش املي. بس لو اتحطيت في مكان ان انا لو تم التكليف او حتى تكليف انك تنزل انتخابات يعني. تمام. ده اللي انا اقصده يعني. ده اللي انا اقصده. عمري ما هتاخر عن خدمه بلدي في فايل مهم جدا جدا زي ده لو ينفع ان انا افيد. طيب سريعا كده. تمام. لو انت النهارده تم التكليف بنزولك للانتخابات، مين القائمه اللي تبقى موجوده معاك او اللي شايفها تحقق النجاح لكره القدم المصريه؟ هل عندك اسماء موجوده تبقى موجوده معاك؟ هقول لك اول حاجه اللي انا جربتها. الناس اللي انا اشتغلت معاهم. قبل بس ما نقول الاسامي، انت لو تبص كم الكوادر الصغيره اللي احنا ضفناها واحنا موجودين كمان، هتلاقي في كم ناس كويسين قوي قوي قوي، فيري كواليفايد ان هم يشيلوا فايلات مهمه جدا في الكره المصريه. هتقول احمد، هتقول فضل طبعا، هتقول حسام الزناتي، هتقول في حاجات رائعه، في الصقر طبعا
بالأقدمية كمان قبلهم وبالكفاءة وكل حاجة نتشرف. خلينا نقعد هنا أنا هنا تمام. أنا معلش ما بحبش العمل العام. لا هتحبه، أنا اللي كنت بحب. أنت عارف من ضمن مثلا الحاجات المفروض، لا بس والله والله لو في أسامي فعلا إحنا محتاجين. أيوة محتاجين كوادر مختلفة طبعاً، محتاجين أسماء مختلفة طبعاً. ومش عيب على فكرة، لأن كرة القدم أصبحت صناعة. يعني أنا عايز أقولك لو في حد أفضل مننا وهم يديو مفيش مشكلة، لأن أنت بتتكلم النهارده أنت في ناس فنيين وفي ناس اقتصاديين، لأن هي صناعة فصناعة دي. يعني أنا عايز ناس تسوق لي بشكل كويس، عايز ناس تجيب لي دخل، عايز ناس تحسن لي المنتج بتاعي، فده الطبيعي. هو انفنتينو مثلا كان بيلعب الكرة بدماغه؟ لا لا خالص مظبوط. ما هي الموضوع مش كده خالص، الموضوع موضوع إدارة. صحيح. احترامي وتقديري للفنيات وهي الأساس، وقد يكون واحد فني وبطل العالم في الإدارة يبقى ده أحسن من أي حد، يبقى ده عنده الاثنين. صحيح. بس الأساس في الشغلانة دي هي الإدارة. أكيد. خلينا نتفق يعني. أكيد. فلازم كوادر جديدة، لازم والله يا أحمد زي ما بقولك كده يا جماعة، هي دي اللايحة اللي اتحطت اللي كلنا ماضيين عليها بدمنا، نفذ وما تجملش، هو ده الأساس. صحيح. وفي تخطيط وفي تنفيذ وفي متابعة. أي. لازم الثلاث حاجات دول، يعني مخطط منفذ تابع انت عملت ايه. صحيح. وكل شوية تعالى نقف نجر خط، احنا خلصنا قد ايه وما خلصناش قد ايه، احنا غلطنا في ايه، احنا نفسنا اللي نراجع نفسنا. ايوه ايوه. يعني انا هقولك حاجة، احنا حتى من ضمن كلامنا قبل الموضوع لما بتقولي الدوري بتاع الكورونا. ايوه. رأيي انا الشخصي، صحيح مش هو ده اللي مشي، رأيي انا الشخصي انا ما كنتش عايز اكمل الدوري. ايوه. وقلت ده هيأثر على المواسم اللي جايه في كذا وكذا وكذا وكذا. والله ولا كان الجناين الفلكي. كاني كنت بقرا الطالع. هو اثر على اثر على اثر لحد الان، ثلاث مواسم وانت مش عارف. صحيح. انت بتخلص في اغسطس وفي اخر اغسطس واللي 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 واللي. صحيح. وكل ده بسبب الموسم ده. مزبوط. وكان لازم يتلغي. بس طبعا برضو كان فيه، طب هنعمل ازاي؟ قالك جدارة رياضية. جدارة رياضية زي وانت ما عندكش رابطه. ايوه. فالناس بقى برضو يعني. هو ميزه الكوره ان انت في عندك ايه 120 مليون خبير في كره القدم. صحيح. وكل واحد بيطلع راي ويدافع عنه، ولو ما عملتش زيه تبقى انت ظالم. عامه يعني هو ده دايما، لان انا دايما بقول ان اتحاد الكوره ملوش الحمايه الكافيه، ودي من اهم المشاكل. انما صح طول ما انت دي حقيقه. دي حقيقه، ما عندوش الحمايه الكافيه. عشان كده انا دايما شايف ان اتحاد الكوره في وقت من الاوقات بيبقى مظلوم، ولكن طول ما انت بتعمل الصح ما تشغلش بالك الحماية بقى. انت اللي تعملها. بالظبط. وما يهمكش. بالزبط. فلان يقول، فلان يهجم. صحيح. فلان ينزل رقم تليفونك على الفيسبوك وتلاقي الناس داخله تقول لك ما اعرفش ايه. كل ده هكس. صحيح. كل ده يعني مش دايم يعني. ايوه ايوه. طيب خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نروح معاك بقى لصفقات نادي الزمالك، لان انت كنت جزء او شريك فيها. خلينا نعرف اكتر عن صفقات نادي الزمالك بعد الفاصل، نكمل معاكم ومع الأستاذ عمرو الجنايني ونعرف ما هو الجديد في نادي الزمالك. لسه مكملين معاكم طبعا، ومعانا الأستاذ عمرو الجنايني. اسالك على صفقات نادي الزمالك ولا ابدا بعبد الله السعيد؟ عبد الله ان شاء الله صفقه جميله جدا جدا. اتبسطت بصفقه عبد الله السعيد؟ طبعا طبعا. عبد الله اسم رائع، اداء لسه قدامه، ممكن يدي اكتر من كده ان شاء الله يا رب. ربنا يكرمه ويتوفق مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك يتوفق بيه، ونادي الزمالك محتاجه في وسط اللعيبة الصغيرين اللي دخلت. برضو انت لازم يكون عندك مزيج. مجهود كبير لمجلس إدارة نادي الزمالك في حل الأزمات الكتير اللي كانت موجودة. وانتوا كنتوا جزء، لان طبعا تحية لمجلس الإدارة طبعا، وانتوا كنتوا جزء من هذا الموضوع. يعني انا عارف ان حضرتك كنت موجود، الاستاذ ممدوح عباس كان موجود،
استاذ مدحت العدل كان مدحت العدل كان موجود، مدحت وجمال وجمال جمال العدل برضه كان موجود. فنقصد ان ومجموعه كبيره جدا بالزبط. ما حدش عايز يقول اسمه والله عشان تكون فاهم. والله حتى انا معكم يعني لا، ما هو انا عندي كل انت عندك كل التفاصيل بتاعتك انت وبتاعت الاستاذ جمال والاستاذ مدحت العدل دي انا عارفها طبعا، وانما الباقي اللي انت بتقول يعني طبعا الاستاذ ممدوح عباس، لان انا عارف ان هو طبعا وايمن كمان المفروض كمان طبعًا ان هو تدخل بشكل كبير لحل ازمات كتير بالنسبه لنادي الزمالك. التكاتف ده حلو، يعني التكاتف ده حلو، بس الأزمة اتحلت ازاي؟ لأن كان في فلوس كتير على نادي الزمالك، كان في مديونات كتير على نادي الزمالك. الأزمة اتحلت برموز نادي الزمالك اللي اتجمعت مع مجلس إدارة كلنا بنثق فيه وكلنا شايفين إن هو ده أمل نادي الزمالك في الفترة اللي جاية. كلنا وقفنا وقفة رجالة زي ما بيقولوا، وده نادي الزمالك وإنكار ذات غير طبيعي. لو تعرف كل واحد عمل ايه، ما احنا عايزين وانا مش لا مش مسموح لي ان انا اقول، وعايزين جمهور الزمالك يعرف. ما هو اصل خلي بالك، عايز اقول لك على حاجه، دي حاجه كويسه على فكره يا استاذ عمرو والله، ان الناس تحس ان فعلا محبي نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك ان هم واقفين في جنب النادي وفي ظهر النادي. بص يا سار، اما تحب واحده، لو انت بتحب واحده، نتكلم بقى شويه قال يعني رومانسيه وبتاع. لو هتحب واحده وجايب لها هديه، مش هتقعد مش هتمشي في كل حته تقول انا جبت لها كذا وعملت لها كذا. انا صحيح. بكلمك جد، صحيح. علاقه الناس دي، الرموز دي بنادي الزمالك، انا بكلمك جد، هي علاقه عشق لهذا الكيان. صحيح. ومحدش مننا متصور انه هيصحى في يوم من الايام ما يلاقيش الزمالك. ممكن جدا الناس دي كلها تموت. انا بكلم جد لهذه الدرجه. فالناس كلها اتجمعت، حق الله. الواحد يعني لو كان طال يقلع عينيه ويديها لنادي الزمالك هيديها لنادي الزمالك في سبيل ان هذا الكيان يقوم تاني، وان هذا الكيان احنا كنا فيه ازمه القيد، كانت ازمه طاحنه صحيح بمبالغ كبيره جدا في ظروف صعبه جدا جدا جدا، بتحركات اداريه في كل حته، سواء كانت حكوميه علشان فك الحجز اللي على الحسابات. بص، مشاكل ليس لها اخر، زي ما بنقول في 100 يوم، ال 100 يوم اللي فاتوا ربنا قدر مجلس الاداره المخلص المحترم اللي بيشتغل فعلا 24 ساعه وفي ظهره كل رموز الزمالك اللي اتجمعت مع بعض لاول مره من فتره طويله جدا 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 بدون اي غرض شخصي، وصلنا الحمد لله اللي احنا فيه، ونامل اللي جاي يكون احسن. يعني الناس سندت نادي الزمالك مش قود، يعني الناس مش اكادتش نادي الزمالك، هي ساعدت بمسانده حبة في نادي الزمالك. بص يا صقر، بكل الانواع الكلام ده حصل، بمساعدات، بقروض، بتدخلات اداريه، بحاجات كتيره جدا، وصلنا للنتيجه اللي احنا فيها بشغل مجلس اداره 24 ساعه. انت عندك عمرو ادهم ده ده شهيد، ده صديق يا عم، ده عمرو اخويا. طبعا عمرو دفعتي صديقي، وبعد كده علمني ما انت كنت زبونه. ايوه كنت بتشتغل معايا، انا بتشتغل معاه محمد فاروق. محمد فاروق طبعا ومحمد فاروق ما هو معانا برضو في صحيح. في الناس اللي موجودين. بص لا، انا عايز اقول لك بقى، انا هقول لك الاثنين زملكاويه، وانا كنت بلعب في الاهلي، فهم وانا معدي كنت رايح اعدي الصبح اقعد افطر معاهم، لان هم كانوا طبعا في الزمالك وانا معدي على النادي الاهلي، فافضل اقعد معاهم الصبح. طبعا انا رحت لهم بالكاس الافريقيا البنك وقت من يعني في لما في 2010. لو كنت اعرف كنت جيت قفلت لكم البنك ده. لا، فطبعا من الناس المحبين لنادي الزمالك، وانا عمرو ادهم من الناس المحترمه جدا جدا، وبذل مجهود كبير جدا وبيشتغل في صمت، مش عايز يتكلم خالص. صحيح. مش عايز. لا، عمرو زملكاوي طاهر زي ما بيقولوا يعني. دي حقيقه. انما انت مطمن على نادي الزمالك في الفتره القادمه؟ مطمن، علشان النوايا اخلصت، النوايا كلها صحيح، والصراعات مفيش حد دلوقتي لا بيها بي لا حد يعني. لو الزمالك كسبان في ماتش ودي احنا لينا جروب كده كلنا مع بعض،
لو الزمالك هو كسبان في ماتش ودي بص الدنيا بتبقى عامله ازاي. أي. وفرحه الناس. أي. وناس قيم وقامات ومراكز ومحبين ورجال اعمال، بص كل حاجه نادي الزمالك هيحتاجها في ظهره ان شاء الله باذن الله. الله طبعا اكيد يمكن عوده نادي الزمالك مكان طبيعيه اكيد بتدي طعم مختلف لكره القدم في الدوري المصري. طيب خلينا اتكلمنا في حاجات كتير وتناقشنا معاك في حاجات كتير، وبصراحه الحديث معاك يعني حبيبي والله بجد والله تسلم حديث، لان انت من الشخصيات المحترمه والشخصيات اللي فعلا وانت بتتكلم يعني قيمه في الاداره وعندك رؤيه طبعا، ونتمنى ان شاء الله ان نستفيد بيها اكتر واكتر ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. احنا لسه مكملين، ده اللي فات ده كله كان الصعوبات، احنا دلوقتي بقى ايه يعني نخش بقى على الحاجات اللي هي الحلوه كده، فقره السيلفي ما اعرفش انت شفتها ولا ما شفتهاش، بس خلينا نشوف مع بعض فقره اتفضل. عندنا ثلاث صور هيظهروا لك دلوقتي، هتاخد مع واحد من الثلاثه، كابتن احمد مجاهد، كابتن محمود خطيب، باشمهندس هنا بويد. خيم وقامات وكل حاجه الثلاثه الاولانيه ما ينفعش اتصور مع الثلاثه. التعليل الاولاني ده هسيبهولك، ما عنديش مشكله، بعد كده هنبقى بسرعه بقى. واحد من الثلاثه، انا عارف ان الثلاثه حبايبك، والثلاثه طبعا يعني ناس كلهم محترمين ولكن هو واحد اللي هتختار يعني. هنوش طبعا، هاني ابو ريد حبيبك طبعا. يعني واختلفنا كتير جدا على فكره، بس في النهايه احنا اصحاب من بعيد عن اي حاجه. يعني انا دايما بقول الاختلاف الصحي ده احسن شيء في الدنيا، انما في الاول فخنا ممكن اختلف انا وانت، انما في الاخر في النهايه احنا عايزين الصالح العام. وانسى انا بويد اللي بعده. يا سلام، لا صعب. صعب صعب. بص ممدوح بيه عباس ده ابويا طبعا، يعني او اخويا الكبير هنقول يعني. حازم اخويا الصغير طبعا، وحاجه يعني حسين ده يعني املنا كلنا دلوقتي. انا مع احترامي لحسين والحازم، ممدوح بيه كبرنا، هو اللي اتصور معاه. خلاص يبقى الاستاذ ممدوح عباس لعب دور كبير في الفتره اللي فاتت، ومش عايز يقول انه عمل كذا. والله لو الناس تعرف اللي الراجل ده عمله حتى اليومين اللي فاتوا كمان بالذات، حتى من اول اللجنه اللي جت في تدخل في موضوع عبد الله السعيد. يمكن لا ما اعرفش دي. والله لا 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 لا، بس قبلها بكتير جدا في حاجات كتيره جدا 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 فوق ما حد يتصور. أصلاً انا عارف طبعا، بس طبعا اكيد يعني من الافضل ان انت اللي تقول، لان انت اللي عايش، انما طبعا انا عندي حاجات كتير ان هو عملها في الفتره اللي فاتت. لا حاجات كتيره جدا، وازمات اتفكت وازمات اتحلت، ويمكن كان فتره كمان كان ايمن بعيد، بس بدا كمان ان هو يكون متواجد وبشكل قوي. ده حقيقي مش كده؟ ومعانا في لجنه الاستثمار، وايمن على طول متواجد. بس لو حتى لسه والله لسه كان حسين بيقول لو الناس تعرف اللي ممدوح عباس بيعمله وعمله خلال الفترة اللي فاتت محدش هيصدق. أنا بتكلم جد والله. صحيح يعني ربنا يبارك له، ويعني الراجل ده أكتر واحد خير أنا شفته في حياتي. أنت لو تعرف كم الخير اللي الراجل ده بيعمله. أنا حبيبي. لا أنا ما رحتلوش، بس هو حبيبي. لا مستشفى الناس أقصد. لا مستشفى الناس أنا لسه والله أنا يعني ان شاء الله هنروح له. ما نروح سوا بقى انا وانت، لان انا ما روحتش، بس انا عارف اللي معمول هناك ايه. خلاص يلا ان شاء الله باذن الله. طبعا كلنا لازم ندعم حاجه زي كده. اللي بعد كابتن حسام بدري، كابتن حسام حسن، كابتن ايهاب جلال. الثلاثه طبعا اعزاء واصدقاء، بس انا العميد حبيبي، العميد وابراهيم الاثنين دول افيونتي. طب ليه ما اخترتوش في منتخب مصر طالما حبيبك وطالما افيونتي؟ لا 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 ما فيش مشكله خالص. لا يعني لما كنت بتختار واحنا بنختار طبعا كان الاختيار لمدرب مصري. اي كويس. اتحطت كريتيريا. أي. كلنا اشتغلنا عليها. اي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وعملنا سكورينج لكل حد. طلع كابتن حسام البدري هو اللي كان موجود ساعتها.
طب ما تقول لي ليه ما قلتليش انا اللي اخترته لما كان في الزمالك مرتين واحنا موجودين؟ طب ما انا هخليه هخرج هيكلمني في التليفون. بس انتوا كان الخيار الاول ليكوا ايهاب جلال. يعني ما هو برضو بالسكورينج اللي احنا عملناه كان الترتيب كده، لم نوفق حتى في الكومبينيشن اللي كان موجود. حبيبي طبعا العبيد اكيد طبعا كابتن حسام. طب وابراهيم الناحيه الثانيه؟ ما نحط لي ابراهيم الناحيه الثانيه عشان ما يزعلوش. نحط لك في اللي جاي ثلاثه برضو من اللي انت بتحبهم. الله كباله وعمر زكي واحمد حسام ميدو. عمرو زكي انا 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 عارف انا عارف الاجابه من قبل ما تقول، بس هستنى لحد ما اشوف. ما هو ابني ما هو ابني هتقول ايه؟ ما وانت عارف حتى وانت بتلعب فاكر ابني. لا 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 بجد والله يعني خلاص شيل احمد حسام وشيل عمرو زكي. لا بس حبايبي برضه مين ولا اكيد حبايبي؟ اكيد طبعا اكيد طبعا شيكابالا حبيبي. يلا اللي بعده. الله طبعا يمكن الله. في ناس كابتن كواش طبعا في ناس كتير مش هتبقى عارفاه، وساسي واشرف بن شاي. كوارش انا يمكن كمان انا مره رحت فاكر ماتش اما كنا في غانا بنلاعب تشيلسي الغاني. كنت انت موجود معانا في الزمالك ده ساعه الكابتن حسن شحاته. الكابتن حسن شحاته مظبوط مظبوط. انا بعت جبت كوارشي كان في بلد تانية. ايوه وحبيبي مزبوط. كان عيان ونزلناه مصر هنا وتعالج هنا ايوه صح صح مظبوط مظبوط مظبوط. يعني بتكلمني صح في صح صح. لا 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 الله يرحمه. يعني اللي ما شافش يعني طبعا الاجيال الحاليه ما شافتش كوارشي، بس حاجه طبعا عظيمه يعني. الله عظيم. بس انا لو اتصورت سيلفي معاه وانجشته انا معنى كده ان انا هستأذن زيه. لا 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 كواش لا لا ربنا يديك الصحة انا مش جاي. كواش تمام. اللي بعد عبد الله السعيد ومصطفى فتحي ورمضان صبحي، والتلاتة اعتقد كان نفسك تجيبهم الزمالك مش كده؟ رمضان رمضان دبني. رمضان ساعة المنتخب الأولمبي. أيوة. هو كان كابتن المنتخب الأولمبي. صحيح. أنا فوجئت بواحد صورة تانية خالص غير اللي أنا كنت أعرفها. بمعنى كابتن حقيقي. أيوة. متحمل جدا للمسؤولية. صحيح. غير المنظر اللي أنا كنت بشوفه قبل كده. أيوة. يديك انطباع إن ده حد مش بنفس الالتزام واللي 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 كابتن يعني كابتن. أيوة. واقف ورا فرقة بيتكلم يعني صقر. رمضان لعيب كبير. فهمني؟ لعيب كبير جدا جدا وملتزم احنا نتمنى انه يرجع لمستواه يبقى افضل ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يا رب هيكرمه الفتره اللي جايه. مين من الثلاثه؟ مين من الثلاثه؟ الوافد الجديد عبد الله حبيبي طبعا. لا مصطفى عشان انا اللي جبته برضه. وانا اللي كنت جايبه الزمالك. ايوه في ايام ما كان مدربه صبري، كان محمد صبري هو اللي بيمرنه. خلاص يبقى مصطفى فتحي. مصطفى فتحي. وخلي بالك خلي بالك درويش برضه مش حاطط لك يعني صوره كده عشوائيه. هو قاصد يعني هو عارف. يلا اللي بعده. طيب دلوقتي احنا عندنا السته، هنطلع لك بكل السته اللي احنا خدناهم، هتاخد مع واحد بس. عندك اتنين المقارنه هتبقى شويه هي اللي هتبقى فيها صعوبه شويه بالنسبه صح. لك مش كده؟ طبعا انا ماشي صح. الاثنين مين؟ انا ماشي صح. طب ما تصور معاهم هما الاثنين. صقر برضه صح؟ طبعا صقر طبعا. خلينا نشوف. صقر وحافظني. خلينا نشوف. وانسى انا ابو ايده، استاذ ممدوح عباس، كابتن حسام حسن، كابتن شيكابالا، كابتن كواشي، كابتن مصطفى فتحي. هتصور مع اثنين؟ واحد بس. واحد والتاني معلش قول له معلش يعني انت ابني في الاول فخ ممكن اجي عليك. خلاص استنى يا شيكا. شفت انا بسهل لك الدنيا ازاي؟ شفت انا بسهل. يلا يا مصطفى حط لنا الاستاذ ممدوح عباس. طبعا شفت والله. طب يا عم خد ايه لازمه الحلقه ما انت بتقول انت صح صح انا عارف طبعا. لا لا طبعا لا. يعني انا عارف علاقتك بيه وعلاقتك بشيكابالا كمان طبعا. انا عارف ان هو زي ما انت قلت يعني يعتبر ابنك طبعا. طيب خلينا نروح حاجه بسيطه كده فقره بتاعتنا اللي هي بما ان اللي انت دخلتها مصر بقى تعالى نشوف فقره الفار بتقول ايه. في وقت تعيين جهاز الكابتن حسام البدري اتقال انك انت اللي رفضت تعيين عصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى، يا ترى ايه السبب؟ حلو قوي ده الفار بيقول كده. ده فار جديد ده.
عصام اللي جبته؟ عصام رمز من رموز الكرة المصرية وحاجة صحيح. فوق الممتازة طبعا، وإنجازاته مع الكرة المصرية محدش يقدر ينكرها. بس في وقت اللي كان مطلوب فيه تعيين عصام الحضري في مدرب حراس مرمى لمنتخب مصر، ما كانش كواليفايد ان هو يقوم بالكلام ده. وكان لازم ان هو ياخد تجارب قبلها وياخد دراسات قبلها عشان يبقى مدرب حراس مرمى منتخب مصر. ما كانش يعني الخبرات المتراكمه كمدرب. موضوع ان هو كان حارس لمده طويله بتاع الكلام ده، ما مش كل لعيب كويس قوي 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 تاني يوم يبطل. بس اثبت بعد كده عصام ان هو ان هو مدرب من الحواس اللي راح هنا وراح هنا وراح هنا وبعدين راح منتخب مصر وبعدين هو مش كده برضه. صحيح صحيح، لكن كامل التقدير والاحترام ليه، وده كان السبب. وفي ناس خدتها انها حاجه شخصيه، والله انا ما عندي حاجه شخصيه مع مخلوق خالص، زي ما بنقول نعمل الصح اللي ما حدش يقدر يلوم عليه. طيب اللي بعده، شخص قريب منك قال انك مقرر تدخل رئاسة نادي الزمالك المقبلة، وانك كنت بتفكر تنزل اللي فاتت، وظروف شغلك منعتك تاخد الخطوة دي. سمعت السؤال؟ كنت بتفكر تنزل. شخص مغايب قال ان انت كنت بتفكر تنزل، ولكن انتخابات نادي الزمالك، رئاسة نادي الزمالك الماضية دي، ولكن لظروف شغلك يمكن هي اللي منعتك. ده حقيقي. وبعدين خلينا بس كمان عايز اقول لك، انا علاقتي بنادي الزمالك مش ان انا اكون متواجد في نادي الزمالك. علاقتي بنادي الزمالك ان نادي الزمالك يبقى احسن حاجه في الدنيا. هي دي علاقتي بنادي الزمالك. صحيح. سواء انا او غيري ولا فارق. ومن اول يوم وانا مع الكابتن حسين وربنا يوفقه، وعلى فكره انا وهو اتفقنا على هذا الكلام. انا موجود انت موجود، احنا مع بعض بالروح بالدم. وانا فعلا ظروف شغلي لم تسمح لي ان انا انزل. طب هتنزل الجايه ليه؟ محدش عارف ضامن. يعني محدش عارف يعني. وإن لو شاء الله لو اتحاد الكوره يبقى مش هتبقى فيه رئاسة نادي الزمالك. خلينا نروح بقى لاخر حاجه عندنا، وهي على اسم البرنامج بتاعنا في 20 ثانيه. تمام. شايط الكابتن، هتديها لاهم شخص في حياتك، او الشخص اللي انت شايف ان هو يستحقها في حياتك. امك طبعا، مفيش احلى من كده. امي الغاليه. طبعا، وده احلى ختام يعني. طبعا تحياتنا للست الوالده، وربنا يحفظها لك يا رب. ربنا يخليك. وسعيد بالحديث معاك بجد والله، يعني من الحلقات اللي انا مستمتع بيها واحنا بنتكلم، لاني فيها قيمه الحلقه وفيها حاجات نستفيد منها. حبيبي، اهم حاجه تكون انت مبسوط بالحلقه. مفيش اروع من كده والله العظيم. حبيبي طبعا، دي كانت حلقتنا مع الاستاذ عمرو الجنايني، وان شاء الله باذن الله نشوفكم الاسبوع القادم على خير. تصبحوا على الف خير.